يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد يا رب ان شاء الله يكون يوم جميل علينا كلنا باذن الله، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد عندنا موضوعات كتير هنتكلم مع حضراتكم فيها من خلال حلقتنا النهارده، سواء في الساعه الاولى او في الساعة الثانية، حيث الفقرتين الحواريتين. صباح الفل عليكم، صباح العسل عليك يا نهوان. بونجور بونجور جدا. معلش احنا برنامج عالمي بتكلمني لغة عابرين للمحيطات. صباح الخير يا كريم. صباح الخير على حضراتكم طبعا جميعا، ويوم جديد باخبار جديده وضيوف جديده وملفات اكيد جديده نهم يعني او يهمنا جدا ان هي تكون بتقدم جديد لحضراتكم. النهارده معانا فقره اولى هنتكلم فيها عن ملف الاعداد النفسي. اتكلمنا قد ايه مهم جدا ملف الاعداد النفسي، خصوصا لو هنتكلم او نحدد للاعيبه وللرياضيين ازاي ممكن المعد النفسي والاخصائي النفسي يكون ليه دور كبير جدا في كمان تحسين الشق الفني بتاع اي لاعب في اي رياضه إن كانت. كلمنا في أهمية ده كتير جدا، لكن هنتكلم في ملفات أخرى أو نقاط أخرى خاصة بهذا الملف وتأثيرها كمان بالواقع وبالأدلة وبكمان قصص يعني ضيفنا هيحكيها دكتور محمد صفي الدين استشاري الإعداد النفسي، وهو كمان خاص بالمنتخبات القومية فعنده قصص كتيرة جدا، وهيتكلم كمان عن لعيبة بأساميها. أعتقد هتبقى فقرة مهمة جدا. فقرة تانية هنتكلم فيها عن ملف الجمباز وهذه الرياضة اللي مصر مؤخرا كمان عاملة فيها شوط كبير جدا، ده غير طبعا الاخبار المختلفه اللي هنبدا فيها مع حضراتكم دلوقتي حالا مع اول خبر مع كريم. هينور كابتن كريم طبعا ان شاء الله عبد العزيز في الفقره الحواريه الثانيه ان شاء الله، وملف الجمباز ده ملف في منتهى الاهميه، وبرده الموضوع الاولاني اللي كنت بتكلم فيه نهاوند مع حضراتكم هو كمان موضوع في منتهى الاهميه، فكره الاعداد النفسي للاعبين ده شيء مهم جدا وضروري جدا، وخصوصا واحنا بنقرب كل شويه اكتر واكتر من اولمبياد باريس 2024. بالمناسبه حاليا في مجموعه كبيره من البطولات المقامة وهي بطولات مؤهلة للأولمبياد. للأسف الفترة اللي فاتت سمعنا عن كتير من البطولات اللي كنا بنشارك فيها بلعبتنا ولعبتنا المميزين كمان، لكن للأسف بيشاركوا من غير ما يكون معاهم معدين نفسيين. المعد النفسي دوره ضروري جدا لإعداد اللاعب أو لإعداد الفريق للمنافسة، وكمان بيسيطر على حتة أو يعني بيساعد جدا في تفصيلة ان اللاعب يقدر يتحكم في انفعالاته وحتى في حالته المزاجية، وخصوصا قبل المباريات المهمة. عشان كده يعني بنقول ان الجهد البدني لا يكفي لتحقيق البطولات، لازم كمان ناخد في الاعتبار الشق النفسي، لان الاتحادات الرياضية الحقيقة بتشتغل بجدية شديدة على ملف الاعداد النفسي للاعبين، تماما زي ما في معد بدني ومعد او مدرب احمال وطبيب للتغذية، لازم كمان نشتغل بنفس الطريقة العلمية مع لعيبة على صعيد الشق النفسي لما له من انعكاسات في منتهى الأهمية على مشوار اللعيبة نفسهم في الرياضات المختلفة. أنا بتفق معاك جدا، وزي ما بتقال يا كريم الإعداد النفسي للعيبة كمان ما بيتمش بشكل مفروض عشوائي، لا انت عندك خطط، عندك مراحل تكون مدروسه بشكل علمي بتتم عشان تقدر توصل اللاعب ده للمنافسه، تقدر ان انت تحفزه عشان يقدم كمان افضل مستوى عنده. مش بس كده، خلينا نقول لا كمان في مرحله مهمه جدا من الاعداد اسمها الاعداد النفسي، اللي انت بتوصل اللاعب لمرحله اللي هو انا بلعب من اجل المتعه، انا مش بلعب تحت توتر اللي هو كل لعبه فيا كل خطوه وكل باسه وكل حركه بالكوره في الرياضه، مش لازم بس كرة القدم، في أي رياضة بمارسها محسوبة وهحاسب عليها وهتجلد عليها. الكلام ده غلط جدا، ده ممكن يؤدي لسوء في اللعب أو سوء في الأداء الفني. فالشق إن أنا أو الشغل إن أنا ألعب على إن أنا اللعيبة بتاعتي موصلهم إن أنا بلعب لأجل المتعة، ده فرق كبير جدا. هتلاقي كمان اللاعب وقتها عنده تركيز مع ثبات انفعالي وسرعة في اتخاذ القرار، خلينا نقول بدون أي توتر. التوتر ده هو الأزمة، هو ده الشق الأساسي اللي أعتقد كل الدكاترة النفسيين وكل الأخصائيين النفسيين بيشتغلوا إن هو ما يكونش متواجد في الملاعب. التوتر ده ممكن يبوظ بجد مباريات، ممكن يخسرك بطولات، ممكن يخسرك حياتك. خلي بالك بقى لو هنطبقها على الحياة في العموم، مرحلة مهمة جدا عشان اللاعب يقدر إن هو يوصلها، بتاخد كمان جهد كبير جدا وشغل كبير جدا. في كمان حاجة اسمها دراسة الخصوم، يعني لازم كمان قبل أي مباراة، وده بيبقى شغل أكتر على المدير الفني إن هو يشتغل على دراسة الخصوم، ازاي توصل او توصل اللاعب بتاعك ان هو يدرس خصمه ويعرف نقاط ضعفه النفسية، وبالتالي يعرف ان هو هيواجه خصمه ازاي وبأي طريقة لعب كمان. فانت فاهم قد ايه في ربط كبير جدا، يعني فكرة كمان مرحلة التصالح مع النفس دي اللاعب بيوصل فيها المرحلة ان هو بيتم تحديد الاخطاء اللي وقع فيها وازاي بيتغلب عليها من تلقاء نفسه، ما يقعدش بقى جلد الذات لدرجة ان انا اقول خلاص انا فاشل، انا مش نافع، انا مش هنجح، انا مش هقدر اقدم حاجة تانية.
الكلام ده كله غلط. مين المسؤول على ده؟ مش بيكون بس المدير الفني ابدا، مش بكل المديرين الفنيين لاي رياضه بيقدروا يكونوا عندهم الموهبه دي، فيه وفيه، لكن ده شغل اكتر الاخصائي النفسي. عشان كده لما جينا اتكلمنا في كره القدم والفريق الاول قلنا مهم جدا يبقى فيه اخصائي نفسي زي ما كان في ايام مانويل خوسيه، وقلنا التجربه كانت وقتها ناجحه لكن لم تكمل. لكن دلوقتي مره تانية تقريبا بقاله شهر ونص او داخل في شهرين عندنا اخصائي نفسي رائع جدا، وشغله يمكن باين على الارض يا كريم. قلنا الكلام ده في فكره ان انت بتلاقي اللعيبه مش بتلعب وهي متوتره، ما شفتش لاعب مثلا بيأدي الشوط الاول والشوط الثاني بيبقى خلاص ما بتلاقيش ان هو بيأدي اي حاجه، ما شفتش لاعب فردي، بتلاقي دايما في لعب جماعي. انا بشوف ان ده بيأثر بشكل كبير جدا وشكل ايجابي، فاعتقد هتبقى فقره مهمه جدا ليها ابعاد كمان مهمه جدا. وفي نفس الوقت لو احنا هنقارن بقى نفسنا كمان بالعالم الخارجي، لان المهم الواحد مش بس يبص على نفسه، واحنا نشوف العالم كله كمان واصل لاي مرحله لما بفتح ملف، فاي ثينك ان هي هتبقى حاجه مهمه جدا اكيد. وبرده التفصيله بتاعت الشق النفسي دي بيبقى لها انعكاسات بنشوفها احيانا في حالات فرديه، يعني في لعيبه معينين ممكن يبقوا مروا بفتره ما من عدم التالق او عدم الاجاده في اللعب، لكن بنرجع ونشوفه بعد كده هم فايقين بالمصطلح الدارج. الفوقان ده بيجي من خلال اكتر من تراك بيتمشي عليه، ولكن اهمهم على الاطلاق هو التراك النفسي، الشق النفسي المهم جدا. وعلى ذكر بقى الفريق الاول لكره القدم، برضو عايزين نعرف حضراتكم ان احنا طبعا وانتم اكيد عارفين كويس ان احنا عندنا مواجهات مهمه الفتره اللي جايه على الصعيدين الافريقي والمحلي. الاهلي طبعا رجع يستأنف تدريباته امبارح على ملعب مختار التتش بعد ما انتهت فتره الراحه السلبيه اللي حصل عليها كل اللعيبه لمده 24 ساعه طبعا بعد مباراه الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا. ما ننساش ان عندنا ماتش مهم في الدوري قدام امبي بكره ان شاء الله يوم الثلاث. وبرضو عايزين نعرفكم ان امبارح مستر كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اجتمعوا بكل اللعيبه واتكلموا معاهم عن المرحله المقبله. كمان خاض اللعيبه تدريبات بدنيه ونفسيه قويه استعدادا لمباراه الغد اللي اكيد بنتمنى لهم فيها كل التوفيق ان شاء الله. شفت احنا كل شويه نركز على فنيه او بدنيه ونفسيه، بدنيه ونفسيه شق مهم جدا. على كل حال هنتكلم في التفاصيل من خلال طبعا الفقره معنا. نتكلم اكتر عن منتخب مصر كرة السلة سيدات 3x3 او 3x3 يعني، اللي حقق فضية بطولة وومن سيريز العالمية اللي اقيمت في اذربيجان بعد الخسارة من الصين في المباراة النهائية، كان بنتيجة 21-15 عشان يحقق وقتها المركز الثاني والميدالية الفضية. طيب تعالوا نتكلم شوية عن المنتخب. المنتخب سبق وفاز على النمسا في نصف النهائي بنتيجة 14-21 عشان يتأهل المباراة بعد كده النهائية، وكان مشوار البطولة يعني حقيقي خلينا نقول مميز جدا. فاز في الدور ربع النهائي على يواندا الصيني بنتيجة برضو هو حكاية 21 معانا في كل السكورز، هم ظابطين نفسهم على 21-13 وفاز في أول مباراة ليه كمان على منتخب ألمانيا بنتيجة 16-15، وده كانت مباراة قوية جدا وباين الندية من السكور اللي حضراتكم واخدين بالكم. بطولة مهمة جدا من البطولات العالمية خلينا نقول الكبرى اللي بيشارك فيها طبعا منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخ، وده يعتبر انجاز ايضا يعني جديد بيضاف، وبتحصل كمان من خلالها الفرق المشاركه في حال يعني تحقيق الفوز او في اي لقاء على نقاط كبيره بتساهم في تحسين تصنيفها الدولي، وده شق اعتقد برضو مهم جدا بالنسبه للبطوله. شارك فيها 12 دوله وكان البطوله يعني فيها تغطيه عالميه من كل انحاء العالم، فاعتقد برضو ده انجاز كبير حتى وان لم تفز يا كريم بالمركز الاول أكيد. لكن مشاركتك في حاجه زي كده وفكره ان انت تحقق رانكينج كويس دي برضو سلسله من سلسله النجاحات طبعا. برضو من ضمن المستجدات الحلوه اللي عايزين نتكلم مع حضراتكم عنها امبارح تحديدا كاس العالم لكره السله، وصل مصر في جولته رقم 32 اللي ابتدت بزياره الصين، وكان طبعا في مؤتمر صحفي كبير للاعلان عن وصول الكاس الى مصر بحضور طبعا السيد وزير الشباب والرياضه ورئيس الاتحاد المصري لكره السله، وبرضو بحضور نجوم كره السله السابقين وعدد من نجوم منتخب مصر الحاليين اللي شاركوا في تاهل منتخب مصر لبطوله كاس العالم لكره السله 2023، واللي طبعا بنتمنى لهم من يعني فيها افضل اداء والمنافسه في جميع المباريات. كلنا الحقيقه لازم نفخر بهذه الزياره التاريخيه لكاس العالم لكره السله في اطار جوله الكاس في كل الدول اللي تاهلت منتخباتها للمشاركه في بطوله كاس العالم لكره السله اللي ان شاء الله هتقام في الفتره من 25 اغسطس الى 10 سبتمبر 2023 في اليابان واندونيسيا والفلبين، واكيد بنتمنى لمنتخبنا كل التوفيق ان شاء الله. بس بقى الخبر اللي جاي ده مش بس خبر حلو على صعيد الرياضة، لا خبر حلو كمان في العموم، لأن فكرة هنا لما يبقى فيه كابل ناجح
او كابل ملائم لبعضه هتلاقي ان هما الاثنين ناجحين او هما الاثنين بيزقوا بعض للنجاح. ده بالظبط اللي حاصل مع علي فرج ونور الطيب، وعايزين نقول لهم مبروك التتويج بلقب بطوله مانشستر المفتوحه للسكواش للرجال والسيدات طبعا، اقيمت بمدينه مانشستر خلال كانت من يوم 17 حتى يوم 21 هنتكلم الشهر الحالي. البطوله مجموع جوائزها لو هنتكلم لغه الارقام برضو ان ده ناس كتير بتبقى عايزاه او عايز تعرفه، 77,000 دولار للرجال و77,000 دولار للسيدات. اسالني ليه 77 مش 5 اقول لك ما اعرفش. بالمناسبه مش عارف ليه 77 صحيح مش عارف. على كل حال الصوره اللي انا عايزه اوريها لحضراتكم او اللي عايزه اعلق عليها زي ما يعني قال لك ايه جولدن كابل، الناس قالت عليهم كده في يعني مشهد حلو جدا لما هو كان خلص الماتش بتاعه وقاعد ببنته وشايلها وبيتفرج كمان او بيتابع المباراه بتاعه مراته والتنافس بتاع مراته نور، يعني اللي لقبت بالمناسبه بلقب السيدات وهو لقب بالرجال زي ما كنت بقول لحضراتكم. فقصه حلوه، قصه ناجحه، قصه ملهمه، مثال حلو لفكره زوجين زي ما كنت بقول لحضراتكم ناجحين بيختاروا بعض صح، فهتلاقي الاثنين بيدعموا بعض. يعني خلي بالك من حاجه يا كريم، انا مؤمنه جدا ان لازم الاثنين يكونوا، يعني لو عندك بطل رياضي ومش متزوج من واحده متفهمه ان طبعا هو ليه ظروف معينه طبعا. اعتقدش طبعا. او مش لازم بطل رياضي، اي حد بيشتغل في مهنه معينه ارتبط بشخص مش متفاهم طبيعه شغله عمره ما هيبقى شخص ناجح طبعا. والعكس صحيح طبعا، لكن لما تلاقي حد فعلا مناسب ليك بيشجعك فاهم طبيعه شغلك مش بيقلل منك مش بيحاول يكسرك مش بيحاول يحسسك انك مقصر، كل ده بينعكس بشكل ايجابي جدا. فانا بشوف ما شاء الله هم كابل رائع، ناس كتيره طبعا. الصحافه طبعا. كمان مش يعني سابت جزء الرياضه واتكلمت على العلاقه اللي ما بينهم قد ايه هي علاقه جميله، فانا مبسوطه أصلاً كمان. اصلا الصوره اللي اتعرضت دي اللي هو شايل فيها البيبي بتاعتهم فعلا صوره في منتهى البلاغه، بتقول صحيح. كلام كتير وبتبعت رسائل كتير لكل كمان المقبلين حتى على الزواج. وبعدين احنا مش بنتكلم على نجاح على الصعيد المحلي، احنا بنتكلم على مستوى العالم، ما شاء الله عليهم ربنا يزيدهم نجاح بالزبط. يا رب باذن الله. طيب عايزين بقى نروح مع حضراتكم لملف مختلف. انا شخصيا الحقيقه اول مره في حياتي اسمع عن هذا النوع من الرياضات، جديده عليا انا شخصيا. اتضح ان في رياضه ميكس كده من الرياضات القتاليه اسمها رياضه السامبو. السامبو جديده عليا اول مره اسمع عنها. بس المهم عايزين نبارك طبعا للبطله المصريه فاطمه عطا لاعبه المنتخب الوطني للسامبو الفوز بالميداليه الذهبيه خلال منافسات البطوله الافريقيه في نسختها ال17 والمقامه في المغرب بمشاركه 22 دوله مختلفه. فازت فاطمه عطا على بطله المغرب في مباراه دور النهائي، وكمان رفعت البعثه المصريه عدد الميداليات في هذه البطوله الافريقيه حتى الان الى 4 ميداليات بواقع ميداليتين ذهب وميداليتين برونز. الذهبيتين كانوا من نصيب محمد عزاز وفاطمه عطا، والميداليتين البرونزيتين كانوا من نصيب عبد الرحمن الدمراني ومريم الخطيب. طبعا بتشارك مصر في البطوله يعني السنه دي ب6 لاعبين و3 لاعبات، وما شاء الله انجازات مشرفه حتى هذه اللحظه. كلام جميل جدا. خلينا برضو نتكلم عن فعاليات اخرى، وهنروح لختام فعاليات النسخه الثانيه من بطوله البوسكو الدوليه للبادل اللي بتستضيفها مصر، وتفاصيل كتيره ومقامه فين، هي مقامه في العاصمه الاداريه، طب ايه السبب تحديدا، طب هتقدم ايه، كل ده خلينا نشوفه من خلال التقرير. دي طبعا تاني بطولة دولية فعلا في العاصمة الإدارية، وحاجة بنفخر بيها إن احنا نكون موجودين هنا في العاصمة الإدارية، اللي احنا عارفين إن هي مدينة هيكون ليها مستقبل كبير جدا في مصر أكيد وعلى المستوى الإقليمي والدولي. احنا برضه دي يمكن 9 بطولة دولية بتتعمل في مصر من السنة اللي فاتت، مصر أصبحت مركز بطولات دولية كبير جدا، يمكن احنا السنة اللي فاتت كنا تاني أكتر بلد في العالم بتنظم بطولات دولية. الهدف منها ان احنا ندي فرصه لاولادنا ولاعبينا ولاعباتنا ان هم يحتكوا بمستويات عاليه جدا، ده شيء مطلوب جدا في رياضه البادل. كان فكرنا ان احنا لما بنستضيف بطولات كتيره هنا بنسهل على اللعيبه المصريين ان هم يشاركوا، بيبقى في اشتراك اكبر من اللعيبه المصريين، فالحمد لله خطتنا ماشيه بصوره كويسه، وفعلا بدانا نتحول مع الوقت نكون من المراكز المهمه على مستوى العالم في البطولات الدوليه للبادل. البطولات دي بصراحه فرصه للعيبه كلها المصريه ان هي تحتك باللعيبه والليفل العالمي، عشان هي بتوفر على لعيبه كتير قوي بدل ما تسافر وتروح بره تتغرب عشان تلعب البطوله، البطولات دي بتجي لنا هنا في مصر، فبقى عندنا فرصه ان احنا نشوف الليفل العالمي عامل ازاي والفروقات اللي بيننا وبين اللعيبه العالميه عامله ازاي، ونحاول نشتغل على ده ونطور من نفسنا يعني. فطبعا احنا مبسوطين قوي ان البطوله دي موجوده وان شاء الله نتعلم منها ونتحسن يعني. انا وصلت فاينل في البطوله الانترناشونال، لسه مخلصه الفاينل دلوقتي اهو، بس للاسف خسرت، كنت بلعب 2 ألمان وعندي دلوقتي فاينل في البطولة اللوكل، فان شاء الله يعني اكسب. البطولة كانت جامدة قوي، كان في انترناشنال بلايرز كتيرة، بس يعني الحمد لله قدرنا نوصل فاينل فيها، بس
كان عندنا يعني تاف لك في الاخر ما قدرناش نحقق المركز الاول. طبعا بيفرق قوي يعني احنا زي النهارده السنه اللي فاتت كان في نفس البطوله ما كناش عارفين نلعب خالص مع اجانب لان احنا كنا برضو لسه داخلين اللعبه جديد وكده، بس مع الاحتكاك وكميه البطولات اللي اتعملت السنه اللي فاتت واول السنه دي فرقنا جامد قوي وتحسننا قوي وبقينا اللي هو تقريبا نفس المستوى يعني. احنا الحمد لله السنه اللي فاتت البطوله تمت بنجاح قوي عشان كده قررنا نعملها تاني. السنه اللي فاتت جبنا حوالي 20 فريق من بره وكنا مبسوطين قوي بالرقم. السنه دي احنا الحمد لله عندنا فوق ال 100 فريق مسجل من 15 دوله مختلفه، فده كان نجاح جامد قوي بالنسبه لنا وده بيدل على مدى نجاح وتطور اللعبه عالميا. وكمان في المحلي احنا كمان اللعيبه المصريه من السنه للسنه اتحسنوا قوي في نفسه بشكل قوي جدا السنه دي كمان. طيب زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير هي من يوم 17 ليوم 20، يعني هي بقى لها تقريبا يومين منتهيه، مش حاجه جديده بنتكلم فيها، لكن في نفس الوقت برضو مهم ان احنا نشير عليها لان طبعا كانت بحضور او تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه. زي ما سمعنا برضو في التقرير بتكلم من 400 لاعب يعني من 15 كمان دوله تحديدا، فده بتتكلم برضو حاجه هيوج يعني مش حاجه معموله على سبيل مثلا حاجه محليه او حاجه صغيره، لا طبعا بتتكلم برضو في الجوائز الماليه 20,000 يورو للبطوله الدوليه وده اعتقد رقم محترم جدا، 200,000 جنيه للبطوله المحليه و50,000 جنيه لبطوله الجامعات، مفيش حاجه لبطوله القنوات مثلا بحق على الاقل تشارك يعني اي حاجه. على كل حال امبارح برضو من ضمن الحاجات اللطيفه اللي حصلت كان في تجميعه حلوه كده، امبارح شارك نجوم مصر القدامى في رياضه الهوكي في مباراه وديه مع منتخب الاولمبيات الخاص المصري للهوكي في مركز شباب حلوان. الكلام ده حصل في اطار الاستعدادات للالعاب العالميه الصيفيه للاولمبيات الخاص اللي هتنطلق ان شاء الله الشهر الجاي في مدينه برلين. طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا منتخب الاولمبيات الخاص المصري وان شاء الله يفرحونا ويظهروا بالاداء اللائق خلال مشاركتهم في دوره الالعاب العالميه اللي بالمناسبه مصر هتشارك فيها ببعثه مكونه من 100 فرد منهم 69 لاعب ولاعبه و37 مدرب ومدربه لتمثيل مصر في 15 رياضه مختلفه. بالتوفيق ان شاء الله وفخورين بيهم من دلوقتي اكيد كل الدعم ليهم. نروح نتابع درجات الحراره امبارح بمناسبه درجات الحراره، بس احنا كنا يعني حذرنا حضراتكم من ده لو انت فاكر كريم امبارح دكتور منار كانت قالت ان امبارح هيشهد تحديدا كمان فتره الليل تراب او اتربه في الجو بشكل عام، وحذرت كمان الناس اللي هي عندها بالذات الاطفال جيوب انفيه او مشاكل في التنفس او حساسيه ان هم ما يخرجوش. اعتقد ان ده مستمر معانا كمان النهارده لان هي قالت على مدار يومين. خلينا على كل حال نتابع درجات الحراره ونرجع. مش كل مره تعمل لي كده، هي بتطلع منك احلى يا كريم يا وحياة الله. النبي بتطلع منك الطف، جربي كده طبعا نحكم يا كريم. هنطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام، خليكم معانا اتفضل. العزيزة هنا أبو القاسم موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وجاهزة عشان تعرفنا آخر الأخبار والمستجدات. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا كريم ويا نهواند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 4 والمران هيبدأ الساعة 5، وبعد كده بقى الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة غدا. طبعا مباراة غدا هتكون ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري، هتكون أمام فريق إمبي. مباراة هتكون الساعة 9:30 مساء طبعا على استاد القاهرة. يعني خلوني كمان أقول لكم انه الفريق كان استأنف تدريباته امس بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر طبعا بعد مباراه الترجي والتاهل لنهائي افريقيا. المران امبارح كان الساعه 5 مساء، وخليني بقى اقول لكم انه كالعاده مستر مارسيل كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي كانوا حريصين على عقد محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يقولوا لهم اهميه طبعا الفتره القادمه وان هم خلاص بقى يغلقوا صفحه افريقيا ويبداوا يركزوا في بطولة الدوري. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى خلوني اديكم تفاصيل اكتر عن مران امبارح. يعني بعد انتهاء المحاضرة خد اللاعبين فقرة من التدريبات البدنية، وبعد كده بقى قاموا بعمل تقسيمة على نص الملعب كانت تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبين، كل ده طبعا استعدادا لمباراة غدا مباراة امبي. يعني دي اخبار الفريق الاول لكرة القدم. خلوني بقى اكلمكم كمان عن اخبار الالعاب الاخرى، لكن قبل ما نبدا اخبارنا النهارده طبعا حابه ابارك منتخب
المنتخبنا الوطني لكرة السلة سيدات بعد تحقيقه لإنجاز جديد وميدالية فضية طبعا في بطولة وومن سيريس العالمية. يعني الحقيقة إن هم عملوا بطولة كبيرة جدا. طبعا بيشارك من النادي الأهلي لاعبتنا سرية محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي. طبعا عملوا بطولة كبيرة جدا، شفناهم بيفوزوا على منتخبات كبيرة طبعا زي منتخب ألمانيا، منتخب النمسا، ويوندا السين. يمكن خسروا في المباراة النهائية لكن طبعا عملوا بطولة كبيرة جدا، فطبعا ببارك لهم وببارك لمنتخبنا الوطني. خلونا نروح بقى لرجال كرة السلة، وطبعا رجال كرة السلة بيستعدوا بشكل قوي جدا لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية، بطولة البال. مباراتهم في نصف النهائي هتكون يوم الأربعاء القادم، هتكون أمام فريق استاد مالي. طبعا رجال كرة السلة مركزين بشكل قوي جدا في البطولة، طبعا بيركزوا في كل مباراة. يعني شفناهم في ربع النهائي بيفوزوا على فريق راج الرواندي بنتيجة 94-77. شفناهم كمان عملوا مباراة طبعا كبيرة جدا، كانوا مسيطرين على جميع مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها، عشان بقى بيدخلوا في المربع الذهبي. إن شاء الله بقى كمان يفوزوا في مباراة يوم الأربع ويضمنوا يا إما الميدالية إن شاء الله الذهبية أو الفضية والفوز بالبطولة. خلونا بقى نروح دلوقتي للعبة كرة اليد والنشاط الرياضي بقيادة طبعا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، بيكرم اللاعبتين المحترفتين اللي شاركوا مع سيدات كرة اليد في بطولة كأس الكؤوس، ناتاشا وماتيا. يعني طبعا شفناهم عملوا إضافة للفريق ودعموا صفوف الفريق في بطولة كأس الكؤوس، وطبعا ساعدوا سيدات كرة اليد ان هم يحصلوا على ميدالية برونزية في البطولة. كمان خصوصا اللاعبة ماتيا يعني شفناها بتشارك بشكل أساسي مع الفريق، والحقيقة ان هي كانت إضافة للفريق، فطبعا بنشكر اللاعبتين وبنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة تنس الطاولة والمعجزة هنا جودة، الحقيقة بتحقق فوز في أول مشاركتها في بطولة العالم للكبار. طبعا كانت بتواجه لعبة منتخب سويسرا راشال موريا وقدرت تفوز عليها بنتيجة 4-1. عملت كالعادة مباراة كبيرة، والحقيقة بقى أن هنا جودة يعني بتلاعب أي حد من أي سن بتقدر تفوز عليه وبفرق سكور. طبعا كل الناس بتتنبأ لها بمستقبل مشرق وكبير، وإن شاء الله بقى تكون إضافة للرياضة المصرية. كمان بقى خلونا نروح دلوقتي للأخبار الاجتماعية الخاصة بالنادي الأهلي ولجنة العضوية برئاسة طبعا الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. هتعقد اجتماع يوم الأربعاء القادم، هيكون الساعة 4 العصر بفرع النادي الأهلي بالتجمع. ده طبعا لاستقبال بقى الراغبين للاشتراك في فرع التجمع الخامس، عشان طبعا يسهل عليهم. يعني زي ما احنا عارفين انه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان أعلن عن افتتاح الفرع ان شاء الله يوم 1/6، وده بقى احنا خلاص على بعد يعني أيام قليلة من إنجاز جديد لمجلس إدارة النادي الأهلي. وكمان الحقيقة هيكون في طبعا اجتماعات أخرى في فروع النادي المختلفة، سواء طبعا بالمقر هنا في الجزيرة أو بفرع مدينة نصر أو بفرع الشيخ زايد، عشان بقى يسهلوا على الأعضاء. يعني دي أخبار النادي الأهلي. كمان بقى خلوني أنقل لكم الأجواء زي طبعا معودنا مشاهدين 10 الصبح في الأهلي. الحين درجة الحرارة دلوقتي 28، يمكن خلاص بقى الأجواء الصيفية بدأت في مقر النادي بالجزيرة. كمان الحقيقة إنه الأعمار النهاردة مش بس بقى من كبار السن زي ما كنا بنقول الأيام الماضية، لا بدأ يكون في أعمار مختلفة، لأن طبعا الأجازات بدأت في عدد عند يعني من الطلاب، ففي بقى حالة من الطاقة كده الإيجابية طبعا في النادي. كل الأعضاء اللي حابين يجوا تقدروا تيجوا طبعا وتستمتعوا باليوم. يعني يا كريم وانا هواندي، دي كانت أبرز أخبارنا طبعا معاكم. لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. الحقيقة مفيش أي استفسارات، مفيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية المتميزة كالعادة، شكرا ليكي. طيب من أخبار بقى النادي الأهلي تعالى نروح للأخبار العالمية والمنشطات ونشوف كمان الصحافة بتقول ايه. عبر السكايب هيكون معانا الاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي وقراءه في ابرز عناوين الصحف المختلفه. يا ايمن بونجور، طبعا عيش صوتي لو انت سامعني كويس، انا صوتي اوقات ما بكي ده، بس يعني مفهوم الكلام. هيرجع ان شاء الله. صباح الفل عليك يا ايمن، انت شايفنا؟ شايفكم تمام. صباح الفل عليك. شايفنا وسمعنا كويس، صباح الفل. وعايزه بس اروح معاك سريعا للقراءه، لان النهارده معانا منشطات كتيره جدا، اهمها هبدا بكوره. المنشط عجبني بصراحه، بيتكلم عن انجاز رائع جوارديولا
يعني يواصل كتابة التاريخ مع السيتي، وده أعتقد شيء كلنا شايفينه. تألق السيتي هذا الموسم، مش بس الموسم ده تحديدا، بس الموسم ده موسم استثنائي للسيتي، لأن ناس كتيرة كانت تتوقع، لو تتفق معايا أيمن، أن السيتي مش هيكمل للنهاية بهذا المستوى، لكن اللي احنا شايفينه غير كده. إزاي شايف أداء يعني السيتي حتى هذه اللحظة، حصده للبطولات كمان، ويعني فاضله هنا تقريبا نهائي دوري أبطال أوروبا، فموضوع قريب جدا زي ما بتقول، فرصه عالية. خلينا نروح معاك للنقطة دي. طبعا لا، جوارديولا مدرب، واحد من أعظم المدربين في التاريخ عموما. مانشستر سيتي مع جوارديولا عامل أرقام رهيبة خلال السنوات اللي جوارديولا مسك فيها الفريق. بنتكلم تقريبا من 2016 جوارديولا خسر البريمير ليج مرتين بس، كسبان 5 بريمير ليج منهم 3 على التوالي، زي فيركسون. يعني فيركسون هو المدرب الوحيد اللي كان كسبان 3 ليج 3 بريمير ليج، بنتكلم بشكل متتالي كمدرب، فكمان معاه جوارديولا، فكلها ارقام عظيمه. وزي ما انت قلتي هم خلاص، يعني بنتكلم حلم الثلاثيه التاريخيه قرب يتحقق. حظهم كان حلو ان ارسنال خسر، فبالتالي ماتش تشيلسي ده كان ملوش اي لازمه، فالراجل ريح النجوم. شفنا امبارح الصوره بتاعت دكه البدلاء بتاعت مانشستر سيتي اللي هم اللعيبه الاساسيه اللي هو ريحها، حاجه مرعبه جدا. هالاند، جوندوجان، اسامي كيفن دي بروين، ادرسون، اسامي كبيره جدا. صحيح. هي اللي جابت تقريبا زي ما نقول كده الدوري. فالنهارده كل ده هو عشان بيستعد لنهائي الكاس اولا قدام مانشستر يونايتد، بعد كده هيستعد لمباراه نهائي الشامبيونز ليج، الحلم الاكبر لجوارديولا ومانشستر سيتي. انتر ميلان هنا بقى. بالظبط، يعني نتكلم في اول لقب دوري ابطال اوروبا في تاريخ النادي. المحاوله الاولى كانت قدام تشيلسي وفشلت، خسروها. كمان جوارديولا من بعد برشلونه ما كسبش دوري ابطال اوروبا. كل انجلترا وكل الصحافه، جوارديولا كل ما بيروح اي حته ما بيتسالش غير امتى هتكسب دوري ابطال اوروبا. فالنهارده هو عنده فرصة كبيرة جدا ان هو يعمل الرقم القياسي بتاع انه ياخد الثلاثية وياخد دوري ابطال اوروبا. فلا، مانشستر سيتي مع جوارديولا حاجة مختلفة طبعا في السنين دي، فريق ممتع. وحتى في مصطلح كده الناس بتستخدمه دايما، بيقولوا المنافس رزل، لان ليفربول لما خد منه دوري خدوا من دوري بالعافية. النهارده ارسنال تصدر المسابقة، بنتكلم 30 جولة تصدر المسابقة، لكن جوارديولا اول لما بيلاقي الفرصه ان هو ينقض على الصداره هو بينقض عليها. لك ان تتخيلي ان مثلا ممكن ليفربول قبل كده جاب تقريبا 98 نقطه في الدوري، فيخسر الدوري عشان مانشستر سيتي مع 99 نقطه. يعني عارفه، يعني محبط لجوارديولا، محبط لاي حد عايز ينافسه، الموضوع بيبقى صعب. فلا، هو واحد من اعظم المدربين في تاريخ الكوره، يعني مفيش شك. رائع. انا عندي بس نقطه سريعه، انتر ميلان ولا مانشستر سيتي توقعاتك؟ التوقعات كلها طبعا تروح لمانشستر سيتي، ولكن برضو انتر ميلان عامل موسم اوروبي جيد اكثر من رائع. بالظبط. وعلى فكره اللي انا ليه بقول لك، لان انتر ميلان كتير كان من الناس المحللين الرياضيين في اي مباراه سابقه ليه، التوقعات كانت دايما ان هو مش اللي هيفوز او بنسبه اكبر، لكن هو دايما بيفوق التوقعات. فعشان كده انا كنت بسالك، طبعا القراءه الطبيعيه ان مان سيتي، لكن برضو في امكانيه كبيره ان يحصل حاجه فوق التوقعات ويفاجئنا انتر ميلان، هيبان على كل حال فعلا. طبعا، لا مفيش كوره، وزي ما بنقول كده يعني باي معطيات فيها يوم المباراه الظروف اللي هي اللي بتحكم. انتر ميلان وارد يعمل مباراه ويخطف جون ويحافظ مثلا عليه، زي تشيلسي لما عملها مع مانشستر سيتي. الناس كلها كانت تقول ان مانشستر سيتي الاقرب، ولكن تشيلسي قدر يخطف المباراه وقتها، يعني بس لسه بدري. يعني ونفس السؤال اللي كان بيتسال برضه لجوارديولا، متى يفوز مانشستر سيتي بدوري ابطال اوروبا؟ نفس السؤال بيتسال بس على صعيد بقى ايه، لباريس سان جيرمان. طبعا يعني معانا خبر من صدى البلد، موقع صدى البلد، بيتكلم عن اخر انتصار حققه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في جولاته الاخيره. بس انا مش هتكلم معاك عن باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ان هو خلاص كالعاده بيحسمه دايما بصرفه، ولكن فعلا متى سيفوز باريس سان جيرمان المدجج بهذه الكتيبه المميزه من اشهر واهم اسماء اللعيبه على مستوى العالم؟ ليه مش عاملين شغل على صعيد دوري الابطال؟ دي يعني نقطه. النقطه الثانيه،
هل فعلا في احتماليه لرحيل ميسي ويعني مبابي عن الفريق الفتره اللي جايه؟ يعني والله كريم الموضوع اعتقد يعني عشان برضو دايما بنتكلم ان ما فيش حاجه اسمها لعيبه بس عشان خاطر تكسب بطوله كبيره او عشان خاطر يبقى الفريق بتاعك مرعب بالمعنى ان هو فريق مرعب مش بس مجرد اسماء، لازم المنظومه كلها تبقى يعني كل حد بيأدي دوره. يعني زي ما بنشوف في مانشستر سيتي ممكن اسامي اللعيبه ما تبقاش هي نفس اسامي اللعيبه اللي في باريس سان جيرمان، ما فيش ميسي نيمار دلوقتي راموس امبابي، يعني فيش الاسماء دي. طب والنبي يا عم ايمن، يعني الاسماء دي مش لوحدها كاسماء كفيله بان هم يفوزوا بدوري الابطال، احنا بنتكلم على احرف لعيبه في العالم. لا ده في البلاي ستيشن بس، وحتى في البلاي ستيشن لو انت ماسك الدراع ما بتعرفش تلعب هتخسر بيهم. فهي الفكره ان هم كمنظومه دايما عندهم مشاكل ان الفريق مش تحت السيطره الكامله. باريس سان جيرمان تقريبا في الحقبه دي تاهل لنهائي الشامبيونز ليج مره واحده وخدوا مركز ثاني. قد يكون هذه الفتره الوحيده اللي هم كانوا الى حد ما متماسكين فيها فنيا بشكل امثل، لكن حتى مع في ظل وجود ميسي وجود نيمار وجود امبابي دايما هتلاقي في مشاكل، كلام على العقود، الكلام على مين الاجازات، الكلام على الامتيازات. النهارده فعلا باريس سان جيرمان في كلام ان هو عايز يتخلص من نيمار، في كلام ان خلاص ميسي عقده بينتهي ومن الصعب جدا تجديده، خصوصا يعني شفنا الفتره الاخيره ميسي بيروح السعوديه مثلا في جوله ترويجيه بالنسبه له، فالنادي يقول لك انا ما كنتش عارف هتطلع عقوبه. يعني بنتكلم في كلها في حاجات اداريه لان الفريق زي ما انت شايف يعني كله نجوم. بس الجمله قاسيه قوي ايمن، جمله ان الفريق بيفكر مؤخرا في انه يتخلص من نيمار، نيمار حد في الدنيا فكر يتخلص منه؟ ده يعني كل الانديه بتفكر ازاي تجيبه عندها بالظبط، لكن هي دي التقارير ان الامور اعتقد صعبه في باريس سان جيرمان. حجم الرواتب ضخم جدا، الفريق ما بيكسبش دوري ابطال اوروبا، وارد ان يعني خلاص ونيمار كل فتره كده بتلاقي عنده الاصابات اللي بتجيله دي، يعني الامور ما بتبقاش افضل حل ليه. لا يعني حتى مبابي يعني حتى بعد ما جدد بالعقد الضخم ده والتجديد، وارد ان في اي لحظه تلاقي مبابي نفسه بيمشي. يعني باريس سان جيرمان اعتقد من الصعب ان احنا نلاقي مشروع بيكمل ان هو ياخد دوري ابطال اوروبا، لان للامانه مشروعه عمره ما كان زي مشروع مانشستر سيتي خالص. يعني رائع جدا. هنروح معاك سكاي نيوز عربيه كمان يا ايمن، والمنشط بيتحدث عن دوترمان بينتهز الفرصة وبيقفز لصدارة الدوري الألماني. سؤالي هنا بقى، فكرة أنه يقفز لصدارة الدوري، هل أصلاً الشانسز بتاعته ممكن فعلاً يحقق أو يفوز باللقب؟ إحنا بنتكلم من 2012 تقريباً ما فاز باللقب وهيمنة بايرن ميونخ في آخر 10 مواسم على هذا اللقب، ففرصة دوترمان هنا بتشوفها قد إيه؟ والطفرة اللي حصلة برضه في نفس الوقت عندهم هذا الموسم تحديداً راجع لإيه من وجهة نظرك؟ اتفضل يا أيمن. الدوري الألماني عموما هو دوري قوي، دوري تنافسي، يمكن احنا في الوطن العربي صعب شوية ان الناس كانت تتابعه فترة من الفترات بسبب حقوق البث، لكن اعتقد الموسم ده يعني بقى في قنوات رجعت تنقله تاني للوطن العربي، ففي ناس بتحب تتفرج على الدوري الألماني. اعتقد ان بايرن ميونخ الفترة الأخيرة إداريا، يعني بايرن ميونخ دايما احنا بنديله يعني حاجه زي نموذج، يعتبر نموذج في مساله الانضباط ونموذج في المستوى الاداري، لكن الموسم ده بيعملوا حاجات غريبه. النهارده هو بيمشي كان ناجلزمان المدرب، رغم ان هو كان محقق نجاحات او يعني محقق انتصارات، فجاه بيقولوا بيجيبوا توخيل. الامور غريبه جدا داخل الفريق، اسمها خناقه ساني وماني، خناقه معرفش مين، يعني الامور في بايرن ميونخ مش افضل حاجه. بروسيا دورتموند انتهز الفرصه خلاص، يعني نتكلم المباراه الاخيره لو دورتموند قدر ان هو يكسبها خلاص هو مش هيحتاج اي حاجه من مباراه بايرن ميونخ اللي هيلعبها، وبالتالي يبقى هو بطل للدوري. قصه طبعا سباستيان هولر، هذا المهاجم اللي عاد من السرطان وحارب مرض السرطان ورجع تاني بيسجل وبيهدف،
برضه تبقى من القصص الحلوه في الكوره ان هو يقود فريقه للدوري الالماني. فلا يعني بروسيا دورتموند كل فتره كده، حتى هو اخر دوري خده نتكلم زي ما انت قلت كده كان ايام يورجن كلوب، فبنتكلم من سنين بعيده قوي. فلا يعني دورتموند كل فتره كده بيبقى بيعمل حاله، وجمهور دورتموند جمهور من افضل الجماهير في العالم، فهتبقى حاجه جميله يعني ان برضو بالظبط بالظبط هيمنه بايرن لما هتسقط على ايد بروسيا دورتموند. ولكن احنا محتاجين نشوف السنه الجايه هل اداره بايرن ميونخ يعني هتتغير وترجع تاني يعني للسابق عهدها اللي احنا نعرفه، ولا الازمه الاداريه اللي في الفريق دي ممكن تضره لسنوات، لان برضو عندهم لعيبه بنتكلم نوير مولر، دي لعيبه من اللعيبه الكبيره اللي كانت موجوده سنين في الفريق، وارد جدا ما نلاقيهمش بعد كده. فهل هيبقى في تغيير ما في بايرن ميونخ فني؟ لكن اهم كان ما يميز بايرن ميونخ ان هو اداريا فريق منضبط، صحيح ده ما كانش موجود في الفتره الاخيره، فعشان كده تمام. اعتقد ان هيتعاقبوا بموضوع الدوري ده. هي الدولة نفسها مشهورة طول عمرها بالانضباط يعني الحقيقة، فبطبيعة الحال طبعا لازم ده ينعكس على كل الفرق. طيب أنا آخر خبر بقى عايزين نتكلم معاك فيه جاي من موقع رياضية، المانشيت فيه بيقول اليوم نيوكاسل أمام حلم الأبطال. وأنا سؤالي ليك، بعد ما نيوكاسل يعني ضمن خلاص المركز الرابع وبالتالي ضمن مشاركته في دوري الأبطال، هل ده في حد ذاته ممكن يبقى معناه بشكل أو بآخر إنه وارد ان الموسم الجاي ينضم لهم كريستيانو رونالدو؟ وانت عارف طبعا فكره انه بيفرق على المشاركه وعلى يعني يختم يعني مشواره بلقب دوري الابطال، فالى اي درجه ممكن تبقى دي فيها اشاره لهذا الامر؟ لا يعني كل شيء وارد بخصوص كريستيانو رونالدو، شايفين طبعا اموره في السعوديه مش افضل حاجه فنيا يعني. فريق النصر يعني اعتقد لو ما خدش الدوري، لو تعثر وما قدرش ياخد الدوري هتبقى مشكلة، لأن يعني برضو لما تكون جايب كريستيانو رونالدو هتنظم كأس العالم للأندية على بلدك وما يلعبش فيه كريستيانو وما يلعبش فيه النصر، ده أعتقد أمر صعب جدا. كريستيانو أكيد لو في فرصة إنه يرجع يلعب تاني تشامبيونز ليج هيرجع، لكن دي برضو توقف على هل الإدارة يعني عارفين كلنا نيوكاسل حاليا تحت إدارة سعودية، هل الصفقة ممكن تتم أو لا يعني الله أعلم. هل أصلا المدرب بتاع نيوكاسل ممكن يحب فكرة ان كريستيانو رونالدو يبقى معاه ولا لا؟ لان خلي بالك فريق نيوكاسل ماشي بشكل كويس، الناس كلها كانت متخيلة ان نيوكاسل هيعمل ثورة في الانتقالات ويجيب لعيبة بأرقام قياسية فلكية، لكن ده ما حصلش. هم كونوا فريق مميز جدا وفريق متماسك وعمل نتائج مميزة جدا في البريمير ليج وكسب المباريات اللي هو المفروض يكسبها. النهارده بنتكلم خلاص هو يعني محتاج نقطة واحدة من ماتشين عشان خاطر يضمن التأهل تاني لدوري ابطال اوروبا لاول مره من 19 سنه، وهو فريق يستحق على اداءه هذا الموسم. فوارد ان المدرب اصلا يقول لك ان لا كريستيانو رونالدو وجوده ممكن يعمل لي مشكله في اوضه اللبس، ممكن يعمل لي مشكله فنيه، لان كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد ما استحملش ان هو يقعد بديل، ما بالك في نيوكاسل. ف يعني انا شايف ان الامور صعبه. كريستيانو الخطوه اللي هو خدها للمملكه هي خطوه بنتكلم كبزنس بشكل أكبر، وكمان الراجل هناك سفير يعتبر رياضي للمملكة. فيعني أعتقد هي صفقة منها رياضية ومنها فيها جانب هي مشروع يعني قومي ترويجي وبزنس، قبل أي حاجة هي مشروع قومي بالمعنى الحرفي بالظبط. فما للكلمة. أعتقدش إن حتى السعودية حاليا ممكن توافق إن يعني أو يبقى عندها النية إن كريستيانو يخرج من الدوري، ده بالعكس ده هم وجود كريستيانو بالنسبه لهم شايفين انه عامل جذب، لان هم الانديه هناك كمان دلوقتي بتتفاوض مع نجوم كبار عشان خاطر يبقوا موجودين على حس كريستيانو. بس هو يعني احنا بنتكلم المحك هنا هو حجم رضا كريستيانو ذات نفسه ورغبته في الاستمرار من عدم. ولكن سبحانك يا رب احنا وصلنا لايام بنسمع فيها كلام غريب قوي، حد يعني انا واحد من الناس ما عمريش تخيلت ان انا ممكن اسمع جمله مثلا ان الفريق الفلاني ايا كان ايه هو بيفكر يتخلص من نيمار، والجمله الثانيه اللي ما تقلش عنها كصدمه فكره ان كريستيانو رونالدو ممكن يبقى غير مرحب بيه في اي نادي من الانديه. ايام عجيبه، الكوره رايحه بينا على فين يا عم ايمن؟ ما خلاص بقى عجزنا عليه العوض عليه العوض. الناس دي عجزت خلاص بقى. لا يعني
دي سنة الحياة. بطبيعة الحال بطبيعة الحال. زي ما شفنا زيدان بيعتزل، وزي ما شفنا رونالدو الظاهرة بيبطل كورة، وزي ما شفنا نجوم كبار يعني في الفترة الأخيرة اللي هي اللي احنا ابتدينا معاهم الكورة بيبطلوا، ومالديني ونيستا ويعني كل الناس طبعا الجميلة دي بتبطل. هنشوف يعني عشنا ظهور كريستيانو وميسي، فاحنا لازم نتقبل فكرة ان احنا هنشوف كريستيانو وميسي بيبطلوا كورة، يعني كل واحد هو بقى حسب الحقيقة هم اختياراته. أمتعونا بما يكفي طول السنين اللي فاتت، ويعني فعلا احنا بنتكلم على ظواهر كروية مختلفة، وعن فعلا ناس سابت بصمة لن تنسى بطبيعة الحال أبدا. يعني احنا طبعا بنشكرك على طبعا وجودك معانا يا أيمن، نورتنا، شكرا شكرا جزيلا ليك. صحيناك يا شكرا يا أيمن كريم، بدري، شكرا معلش صباحك الخير. مفيش مشكلة عشان انتوا صباح حبايب، الفل. نورت الدنيا. بخصوص بقى التقرير اللي جاي معاك ده، ايوه يعني انت معاك تقرير عن ممارسة الرياضة في تقريبا الصيف. فايدة. انا بقى عايزه اقول لك على حاجه قبل ما نطلع فاصل ونروح نشوفه، قول. لان في ناس قالت لك اختلفت الدراسات هي، ودي فعلا حضراتكم دخلتوا قريته هتلاقوا دراسات مناقضه لبعض. في ناس او دراسات قالت لك ممارسه الرياضه في فصل الصيف افضل بكتير من الشتاء لان بتساعد على حرق الدهون، وفي ارتكلز مضاده تقول لك ده حرق الدهون في الشتاء افضل من الصيف، ففي تضارب هنا وهنا. دايما في 10 الصبح في الاهلي بنهتم جدا ان احنا نتكلم عن الطب النفسي، وتحديدا الطب النفسي الرياضي واهميته، وازاي ده مهم كمان لكل رياضي في العالم، ومش بنتكلم عن رياضه بعينها، لا في كل الالعاب المنتدى اللي بتحصل، ازاي انا بخلي اللاعب بتاعي جاهز نفسيا بعد خساره، بعد اصابه، بعد حاجات كتيره ممكن يمر بيها، حتى حاجات شخصيه زي وانس ان هو يرجع الملعب يبقى بكامل قواه والفنيات تكون عنده والاستعدادات وغيره. في تفاصيل كتيره جدا خلينا نعرفها من خلال فقرتنا مع ضيفنا دكتور محمد صفي الدين، استشاري الاعداد النفسي الحياتي للمنتخبات القوميه. بونجور يا دكتور. اهلا وسهلا يا حضرتك، صباح الفل، ايه ملف الاخبار؟ والله مهم جدا، سعداء بوجودك معانا، اهلا اهلا وسهلا بحضرتك، منور 10 الصبح في الاهلي، ربنا يخلي حضرتك. طيب دلوقتي اظن احنا مش محتاجين نتكلم اكتر من كده عن اهميه الطب النفسي والتاهيل النفسي في الرياضه بشكل عام، ومع هذا احنا اتاخرنا سنين طويله جدا بالمقارنه بغيرنا من الدول اللي احنا المفروض ان احنا مدركين زيهم اهميه هذا الملف. التاخير ده كان نتيجه ايه؟ ليه؟ كان نتيجه نقص الوعي. كان في عدم وعي كبير باهميه المعد النفسي في الفرق الرياضيه والاتحادات، ويعني ده موجود في اوروبا بقاله سنين طويله جدا. صحيح. من اهم الملفات حاليا الموجوده في معظم المنتخبات الاوروبيه. موضوع دور المعد النفسي او الاخصائي التغذيه في بعض الملفات المهمه قوي في الجهاز الفني احنا متاخرين فيها بزياده. يعني حاليا دلوقتي في معظم الدول في العالم اهم من او من اهم يعني افراد الجهاز الفني اخصائي تغذيه، بيفرق جدا جدا، معد نفسي بيفرق جدا في كل حاجه. حضرتك احنا دايما في البطولات اللي احنا بنشوفها دايما الجمهور بيشوف الكواليس. يعني في بطوله ممكن نكسبها بشكل معين او نخسرها لا قدر الله، لكن الكواليس اللي داخل الملعب اللي بتحصل او في التمرين حضرتك مش بنشوفها او الجمهور مش بيشوفها. صحيح. بسبب الاعداد النفسي. احنا في كم بطولات لعيبه على مستوى العالم بتخسرها بسبب الناحيه النفسيه كارثيه. ورغم ان الموضوع مهم جدا وبيفيد اي حد، بس لازم يكون في وعي وثقافه بيه عند كل بيت وعند كل اسره وعند كل اتحاد وعند كل وزاره. ده مهم جدا 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 وبيفرق جدا في البروجرس بتاع اي لاعب. اكيد. كل ما بنروح لبطوله، كل ما بنقرب بالذات للمستوى الدولي، كل ما الطموح بتاع اللاعب بيزيد، ومعاه طموح الاسره، ومعاه طموح المدرب، ومعاه فالناس كلها في يعني في ناس كتير قوي غير طموح الجمهور اللي بيشكل ضغط في حد ذاته. ده 100%. فلازم يبقى اللاعب بقى ازاي احنا نخليه يبقى مهيئ نفسيا لده، ازاي يفكر بالشكل الصح، ازاي ما يبقاش داخل بيلعب النهارده مثلا بطوله او عنده فاينل واشيل من عقله كل الافكار. صحيح. احنا دايما محتاجين احنا في حياتنا اخصائي نفسي. صحيح والله فعلا. يعني مش بس رياضيين. والله ملف غايه الاهميه، وناس بتتكسف لحد دلوقتي رغم كل التطور اللي حاصل في الثقافه وغيره، لكن في ناس تقول لك لا انا ما اروحش ازور طبيب نفسي يعني، او بيعايروا بعض ده، مع ان في ناس كتير نعرفها محتاجه واحنا والله محتاجين. بص برضه هم اول حاجه احنا لازم نفصل المصطلحين. في الطبيب نفسي ده اساتذتنا واخواتنا اللي هم كل خريج كليه الطب، وده ليهم اتجاه خاص بيهم ساعات بنحتاج له، واساليب بقى في العلاج، اساليب مختلفه وغيره. ومش ده اللي بنشتغل بيه مع اللاعبين. وفي اللي هو زي الاتجاه اللي احنا شغالين بيه اللي هو المعد النفسي للرياضيين، اللي هو زي لايف كوتش بمعنى اصح. يعني هو ليه كذا مسمى وليها كذا مدارس، كل مدرسه ليها الشكل بتاعها. كويس. في جزء منه طبعا ليه علاقه بالناحيه الحياتيه او اللايف كوتش، وفي ليه ناحيه من الناحيه النفسيه، وفي بقى الطب النفسي ده اتجاه تاني ده في حاله فقط ما اذا لو كان اللايف كوتش لايف كوتش فعلا، مش اللي هو واخد كورس وبيطلع. هي دي اللي انا بتكلم فيها، عشان فعلا بقى الموضوع بقى اكتر. بالظبط. لا ده في اعلاميين كده طبعا بلا ذكر اسماء لكن هم معروفين، يعني هي مش فاهمه حاجه اساسا، هي مش فاهمه حاجه، طلعت تدي نصايح.
فهي حاجه يعني عايز اقول لحضرتك صعبه جدا في معظم دول اوروبيه في الشركات الانترناشونال بعيدا عن الرياضه لازم في حد شغال معاهم له علاقه بالاداء النفسي للموظفين للسيلز للاتش ار ازاي يتعاملوا مع الجمهور. يعني الموضوع بقى مهم جدا 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 بيفرق في كل المجالات مش في الرياضه بس. حلو قوي. بص بقى خلينا انا وكريم لان احنا كنا حابين ان احنا معاك في الفقره دي نروح لامثله يعني نتكلم عن لعيبه دكتور محمد بنفسه مرنهم وعدى معاهم مش مرنهم فنيا يعني مرنهم في الشق النفسي وساعدهم وقف جنبهم وعمل الشفت معاهم. ويمكن من الكيسز دي انا عارفه بس ما اعرفش تفاصيل الموضوع طبعا هانا جوده في البطوله الاخيره الريمونتادا اللي حصلت لعب الاخير افكاسكي افكاسكي كان 10 ايام حاجه كده في حدود لا لا يعني ده العالم كله اتكلم عن ده والاتحاد الافريقي. خلينا نروح للكيسز كمان اكتر. هانا طبعا يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظها ويبارك فيها ومجعلها لعبة النهارده البينج بونج طبعا الاهلي طبعا هي حاليا في جنوب افريقيا في بطوله العالم للكبار عندها ماتش النهارده ان شاء الله في دور 32 فربنا يكرمها باذن الله يعني ان شاء الله. هي كانت بتلعب كاس افريقيا وطبعا كانت بتلعب الفاينل مع دينا مشرف يعني برضو مصريه نادي الاهلي مصريه وحامله اللقب بقى لها 10 سنين فكان ماتش كان صعب جدا وماتش فيه تفاصيل كتيره. احنا كنا متفقين من بدري على البلان اللي هنمشي بيها وكانت ملخص البلان ان احنا ازاي يبقى احنا مركزين في كل بوينت. يعني انا قلت لهنا انسي السكور انسي المكسب انسي انا عايزك تركزي في الاداء ركزي بس في اللعب عينك بس على الكوره عينك على البرفورمانس بتاعك هاو تو انجوي. قلت لها انبسطي هنكسب. قلت لها هنكسب لو جينا بالشكل ده في نوعين من المكسب او تو انجوي دي جزء اللي كنت بتتكلمي فيها في الاول صح. صحيح. طيب كويس قوي انه يلعب للمتعه وده في حد ذاته كفيل بانه يوصله لل ما هي بص انا دايما بقولها في كل مكان بطلع فيه ان في جمله بنقولها تنس مايند بريديوس تنس ماسلز. العقل لما بيتوتر العضله بتتوتر وتنس لايف اصلا يعني بالظبط ده مع اي حد. فلما يبقى اللاعب داخل عايز يكسب ويفكر في المكسب فهو بيقع منه بعض الحاجات فدايما بشيل من دماغه حته المكسب هنكسب بس هنكسب بالشكل او لما يجي لاعب يقول انا عايز اكسب اقول له اوكي تعال نفكر ازاي لكن ما تقولش هكسب بس. انت لما بتخش الكومبيتيشن عقلك بيفكر في الميداليه وفي البوديوم وعايز اكسب فبتنسى التفاصيل. ايوه فقعدنا نتكلم واحده واحده احنا ازاي بقى مركزين في كل خطوه في كل بوينت. اهم حاجه انا بموت نفسي في كل كوره انا ماليش علاقه بالسكور ماليش علاقه بالحكام ماليش انا كنا عاملين حاجه كنا مضربين على حاجه اسمها العزل ازاي تبقى احنا عازل نفسي تماما عن كل الاجواء المحيطه. ماتش طبعا كان صعب جدا في جمهور فالموضوع فيه تفاصيل في بعض اللاعبين ممكن يعني يتهزوا من الحته دي. اصل التوجيه سهل لكن التطبيق صعب على اللعب. ما هو ده بقى الفكره احنا بقالنا فوق 9 شهور الحمد لله شغالين فده كله احنا عملناه داخل التمرين. اوكي دي برضه الملحوظه اللي دايما بقولها لنفسي ولكل اللاعبين ما ينفعش ادرب اللاعب على حاجه قبل البطوله بيوم. طب انت عندك فرق معينه او نوادي بعينها اعتقد ان هي ممكن تبقى بتحتاج دعم نفسي مضاعف بالمقارنه بغيرها. انت عندك مثلا زي النادي الاهلي ايا إن كان انت بتلعب رياضه ايه طالما انت لابس تيشيرت النادي الاهلي ده في حد ذاته تعب وحمل ومسؤوليه وحاجات كتير قوي يكفي بس تفصيله ان انت عندك جمهور مخيف وراك. هل فعلا بتفرق جرعات الدعم النفسي انجاز التعبير بتختلف من حاله لحاله او من فرقه لفرقه او من نادي لنادي؟ 100% 100% بتختلف طبعا. رقم واحد حسب اللاعب وثقافته ووعيه بالحته دي. يعني في لاعبين شغالين بقالهم فتره طويله في الاعداد النفسي او بياخدوا اعداد نفسي سواء مع اي حد من اخواتنا اللي شغالين في المجال فبقى هو فاهم ده. في لعيبه تانية ممكن تبقى داخله النادي الاهلي جديد وفي لحظه بيتخضوا بيلاقوا الالترز بيلاقوا جمهور فبيبقى داخل بيقعد يفكر انا ممكن يتكتب عني ايه طب ممكن يتقال عليا ايه لو كسبت. دي برضه من الحاجات اللي لازم بنوقفها للاعب ان انت ازاي تبقى انت داخل عقلك كله ما فيهوش اي ستريس من الناحيه دي. في بعض اللاعبين اللي عندنا مشكله لما ربنا بيكرمه مثلا ويكسب بطوله دوليه فيجي السنه اللي بعدها يروح نفس البطوله بيقعد يفكر انا لو ما كسبتش البطوله دي هيتقال عليا ايه انا لو ما جبتش ميداليه تاني. فلازم الحاجات دي بعض الكواليس اللي ممكن اللعيب ما بيحكيهاش وممكن يبقى بيتمرن كويس جدا وبيعمل اللي عليه بس هو رايح البطوله وجواه هنا في حاجه. عشان كده في وقت يعني بعض الاوقات قبل البطوله بتكلم مع اللاعب وساعات ممكن ما اتكلمش في الملعب انا عايز افرغ بس اللي في عقله. يعني ايه اللي شغلك ايه اللي انت عايز تتكلم فيه تعالى بس نفضي. حضرتك عارف لما انت مثلا حتى في مجال الاعلام لو انا طالع بس لودد بزياده ممكن تبقى قاعد بيبان على الفيس رياكشن اكيد. فانا ممكن اقعد اتكلم جلسه كامله مع اللاعب اطلع بس كل اللي جواه سواء ليه علاقه بالرياضه سواء ليه علاقه بالمخاوف سواء اللي عنده مشكله بره في الحياه شغلاه وانس احنا بس احنا فرغنا ولسه ما عالجناش احنا حقينا مثلا 80% من المشكله. لا ده انت خدنا جلسه بقى يلا بينا محتاجين نفرغ جامد يلا احنا هنعبي لك كراتين. خلينا بقى نروح لنقطه تهانة وازاي قدرت تشفت من ان هي كانت خسران تقريبا 8 جولات هي الهنا الحمد لله كسبت الريمونتادا اللي عملتها هو كان بيست اوف 5 هي كسبت 2-0 في الاول وبعد كده دينا قامت كسبه بقى 4-4 بعد كده لعبوا الفاينل
يعني دينا كانت كسبانه 8-3 طبعا، دينا يعني اسم كبير جدا. احنا كان اتفقنا من بدري برضو، دي حته مهمه. انا كنت طبعا مش عارف ايه اللي يحصل في الماتش، احنا بنحط دايما توقع عشان لما يحصل اي حاجه اللاعب ازاي يشتغل عليها. فانا كنت باكد عليها في كل الحالات، لو انت كسبانه او لو انت خسرانه عقلي ما يخرجش بره البوينت. يعني انت كل بوينت احنا لينا استراتيجي بنبدا بيها بشكل معين، في تمرين نفس معين بنعمله قبل كل بوينت، في وقت معين لو انا عايز اطلع رياكشن ايجابي او سلبي بنعمله بشكل معين. يعني انا مش بمنع اللاعب ان هو من يخرج الرياكشن بتاعه، بس بيخرجه بشكل معين ومن غير ما حد ياخد باله. فكنت مركز معانا احنا ازاي نلعب بوينت باي بوينت. فلو حضرتك اتفرجتوا على الفيديو في اخر في الريمونتادا اللي حصلت، هي كانت قاعده ثابته، هي مركزه فعلا في البوينت، بدات تجيب 8-4 هي مركزه في البوينت، 8-5 لغايه ما وصلت 8-8 بدا الماتش يبدا يطلع، هي قاعده ثابته. معانا صور يا جماعه او حاجه لهنا لو ننزل برده بعد اذنكم في المباراه. فكان في تركيز في كل بوينت، وده اللي بعد لما ربنا كرمنا بالماتش قلت لها احنا جود جوب، جدا جود جوب ان احنا مش كسبنا بس، ان احنا فضلتي ماشيه على البلان، لان انا مش انا هدفي دايما مش المكسب بس، انا هعمل ايه بعد المكسب. صحيح، دايما اللعيب الدولي هو بيخلص بطوله يقعد 4-5 أيام ويطلع بطوله ثانيه، وبالذات في زي التنس تيبل. كان في نقاشات مثلا ما بين الماتشات معاك ولا بس انت اديتها الانستراكشن اثناء الماتش؟ هو في وقت وخلاص، هي يعني هي يمكن تذكرت بقى كل ده واستعدت. احنا عاملين سيشن قبل المباراه على طول، لكن جوه الماتش في العاب بنسمح فيه، في العاب غير التنس تيبل ينفع اللاعب يطلع وينفع نتكلم مع بعض، لكن التنس تيبل ما بقاش في وقت ان هو اللاعب يطلع ونتكلم او كده. في الفتره الاخيره، وده مثال حي للي احنا بنتكلم عنه، فكره الثبات الانفعالي وفكره ان انت تعزل نفسك تماما عن كل الضغوطات المحيطه، من ضمن الامثله اللي فعلا منوره قوي في هذا الاطار، في الفتره الاخيره اللاعب طبعا كهربا طبعاً كان متعرض لضغط استثنائي صح، وضرب من كل الجبهات الى اخره، ولكن احنا شفنا ان كهربا طول الفتره اللي كان هو متعرض فيها للضغط ده هو بسم الله ما شاء الله زي القطر صح، هو ماشي، بل بالعكس كان بيجيد اكتر من قبل كده كمان صح. فهل الحالات دي بتكون معناها ان في دعم نفسي مظبوط اتعمل، ولا برضو داخله في الحسبان طبيعه شخصيه اللاعب؟ ما هو برضو الكاركتر بيفرق، او الحاله النفسيه بتاعه الشخص اكيد برضو بتفرق من واحد للتاني. لو بنتكلم على الكيس بتاع كهربا، هو مر بضغوط صعبه جدا طبعا ليها دور في الاعداد النفسي، وبشكر طبعا النادي الاهلي ان عمل مبادره جميله جدا في القدم وبدا يبقى عنده متخصص في الاعداد النفسي. يعني سمعت ان في الحمد لله حد في الجهاز الفني، فدي مبادره يا رب الانديه كلها تبدا تشتغل عليها. احنا دايما في حاجه بنشتغل عليها، ان انا ازاي احول الويكنس بوينت او المشاكل الضعف اللي عند اللعيب لسترونجست بوينت. فده اللي حصل مع كهربا طبعا، اكيد كان في حد مختص معاه اشتغل معاه ان هو ازاي يحول كل النقط الضعف او الحاجات الاوفر سينك اللي عنده اللي شغلاه لسترونجست بوينت. عشان كده هو كهربا عمل كامباك بشكل اقوى. يعني هو مش كان ثابت بس، لا هو زي ما تقول خلاص احنا، ودي ساعات بفضل الله بنوصل بيها اللاعب ان هو يبقى عنده غل في الحاجه الحلوه. يعني انت عنده مشكله في حاجه معينه فزي يعمل الكامباك في العكس. برضه لازم بيتم ازاي؟ احنا جوه التمرين ساعات بندخل اللاعب في ضغوط. اي ضغط ممكن هيخش فيه في البطوله انا بخلي اللاعب يضرب عليه جوه الملعب، بدخله في ضغوط معينه. ليه؟ عشان انا مش هاجي اجرب في البطوله، يعني ما ينفعش ابدا اتدرب واشتغل وبتكلم بس مع اللاعب. يعني مثلا ضغط جماهيري، اخطاء تحكيميه بتحطه كان ده كل ده بندخله بطرق مختلفه من غير علم اللاعب، وساعات بنعمله بعلم اللاعب، ليها طرق مختلفه. يعني مثلا الالعاب الفرديه اللي هي الكومبيتيشن، لو بنتكلم مثلا على الكاراتيه، بدي مثال، انا ساعات لما عندي في التصنيف الدولي عندي لاعب وهو مثلا مصنف رقم 4 أو 5 على العالم او واتيفر تصنيفه، انا ببدا الاول اشتغل على الويكنس بوينت بتاعته واحولها لسترونجست بوينت، ودي بقعد فيها فتره بشتغل عليها من كل المحاور، من الناحيه النفسيه من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه من كل الطرق، وبعد كده بجيب فايل لكل اللعيبه المنافسين بتوعه ايه القوي عنده وايه الضعيف عنده. حلو. وبعد لما اعمل ده بخلي الكوتش جوه التمرين بتاعه يبدا يشتغل معاه بستايل مثلا اللاعب الفرنسي اللي هو هيقابله مره بعلم اللاعب، وبعد كده يشتغل بستايل اللاعب الصيني ومره ثانيه يشتغله من غير علم اللاعب، فاللاعب بدا نزل عارف ان انا هلعب بستايل الفرنسي مثلا، ومره بستايل الصيني، ومره ثانيه هو مش عارف. انا بحطه في كل الاوبشنز، فلما بيجي يلعب في البطوله نفسها هو فاهم ازاي هعمل ايه، او اللاعب ده ايه الحلو اللي عنده اواجهه ازاي. وساعات بنعمل ميكس، يبقى بيلعب يوم تمرين بيلعب مع كذا مدرسه مختلفه او بستايل المنافسين بتوعه من غير ما يبقى عارف، فلما بيغلط جوه التمرين ما عنديش مشكله، دايما بقول للاعب احنا جوه التمرين اغلط براحتك ونعيد تاني، لكن ما ينفعش اغلط في البطوله. ودايما اقول له في البطوله اغلط بس ما تغلطليش اي غلط قديم. يعني روح العب اكسب خالص، اوعى تكرر الغلط، هي دي الحته اللي دايما بنقف عندها. طب دكتور محمد، برضه ممكن تلاقي شخصيات اللعيبه مختلفين طبعا. في اللي بيستجيب بسرعه، في اللي عنده ايجو شويه، في العنيد، في اللي لا يعترف،
اكيد بتقابل كل الانواع، ازاي بتتعامل مع different characters او mentalities؟ يعني حته مهمه جدا اتكلمنا فيها برضو قبل كده، حته ان كل لاعب ليه شخصيه وليه مدخل خاص. يعني في لعيبه مباشره هو جاي وعارف ان عنده محتاج منتل او عنده او محتاج مساعده، فهو بيكون جاي عايز يسمع انت بتعمل ايه الاول، لو اقتنع بيك بيكمل. هي برضو الناحيه النفسيه في جزء بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليه علاقه بالاقتناع، ان اللاعب يقتنع. يعني ممكن حد يقعد معايا يبقى مش مرتاح، ويقعد مع حد تاني يبقى مرتاح جدا، فدي ليها علاقه بربنا سبحانه وتعالى وان هو مقتنع. كل لاعب ليه مدخل معين. في لعيب بيبان عليه جزء كبير من شغلنا ليه علاقه بالاي كونتاكت والبادي لانجوج. ففي لعيب هو بيتكلم ممكن يبقى بينكر حاجه معينه او مش بيقول الحقيقه فيها او مش عايز يطلع اللي عنده فبيبان. فانا مش بستريس على نفس الحاجه، انا ممكن اخش له من مدخل تاني خالص. في لعيب تاني عايز يتكلم في حاجات معينه بسيطه، وانا ممكن اكون عارف الهيستوري مثلا من مدربه او حاجه، فانا بخشه بشكل غير مباشر. في لعيب ما ينفعش تقول له انت عندك مشكله في 1 2 3، لازم تخش له بمثال من غير ما ياخد باله ده في لعيب عنده 1 2 3 فالحل كذا. يعني كل حد ليه دخله معينه. وكل فتره لما بتطول شغلك مع اللاعب لازم كل شويه بتفهمه اكتر وبتغير. يعني في لعيبه تحب تواجهها على طول، احنا عندنا مشكله في 1 2 3 وهنعمل 1 2 3. في لاعب تاني لا، لازم يبقى هو بهدوء. في لاعب تاني يبقى هو مش عايز يعرف الناس هو بيفكر ازاي، ودي دي احنا ساعات بتتعبنا في الشغل شويه. ده اللاعب الغامض بقى، الغامض حتى مع هو الحويط يعني لو محدش فاهمه اللي هو بالظبط، حتى مع المعد النفسي بتاعه لو لسه في الاول هو بيقعد فتره مش عايز يطلع لك كل اللي جواه، وبيقعد يختبرني بيختبرك مره واثنين وثلاثه، اما الحمد لله بيحصل قبول فبيبدا يشتغل براحته خالص. اوكي. لكن كل لاعب يدخل معانا طبعا في حاله يعني في حاله الرياضات الفرديه انت بطبيعه الحال بتتعامل مع كل لاعب على حده. طب بالنسبه بقى للرياضات الجماعيه بيكون الدعم النفسي جماعي هو كمان ولا برضو بتشتغل بشكل فردي؟ الالعاب الجماعيه طبعا بنشتغل فيها فردي جماعي، بمعنى ان انا بشتغل ليهم جلسات جماعيه مع التيم ككل، وبشتغل مع كل لاعب بشكل انديفيدوال عشان كل لاعب داخل المنظومه ليه مشكله خاصه بيه، ليه فكر خاص بيه. يبقى في وقت بتكلم في جلسه، ومثلا من اهم الحاجات ما ينفعش اكون قاعد في جلسه جماعيه واتكلم على حاجه شخصيه للاعب منهم قدام التاني. طبعا. ففي وقت بتكلم حاجات ليها خاصه بالتيم سبيريت نفسه، وفي وقت لازم بتكلم بشكل انديفيدوال، واللاعب هو اللي بيطلب. يعني اللاعب نفسه لما نعمل جلسه في الاول جماعيه او لما مشغلين مع الفريق ويبدا هو يقتنع، فيبدا يبعت لك انا عايز اقعد معاك لوحدي. فتلاقي ان عنده مشكله، وممكن يبقى عنده مشكله مأثره عليه في التدريب بتاعه او في البطولات مالهاش علاقه بالرياضه. ممكن يكون لاعب مثلا لسه مرتبط جديد وعنده مشكله فبيفكر في الارتباط وفي الجواز. على فكره اقول لك على حاجه، على المستوى كمان الدولي مش فقط محليا، بنشوف لعيبه اسماء كبيره جدا، يمكن منهم كان اشرف حكيمي بعد طبعًا الازمه اللي حصلت له الشخصيه. كتير من الصحف تحدثت ان هو مستوى ليس الافضل، وكانوا كمان بيقولوا ان هو ربما يستغنوا عن خدماته طبعا يعني او يمشوه يعني، فكتير كان الكلام ده متداول. فده فعلا بيحصل مع نجوم عالميين كبار. يعني في بعض المشاكل بتاثر على اللاعب بشكل، يعني مثلا لو في لاعب بدا عقده هينتهي كمان شهر فهو بيفكر في التجديد. أوكي. وسواء النادي اللي انا فيه هياخدني ولا انا هروح مكان، فده لو لسه بقى السيزون بتاعه شغال فداخل بيلعب بس عقله في حاجه ثانيه خالص. لو لعب مثلا حد اشتغلنا مع لعيبه كبار متجوزين وعندهم اولاد، فممكن يبقى داخل وعنده مثلا ابنه عنده مشكله او تعبان، حتى لو تعب بسيط بس هو بيفكر في ابنه. لو لسه بقول لحضراتكم دي دايما اللعيبه الشباب اللي لسه مثلا مرتبطين جديد، فهو داخل بيفكر في الارتباط وعنده مش عارف ايه، او لو عنده مشكله لسه في بدايه الريليشن في الاول. انا بتكلم ان ممكن نخسر بطوله احنا كجمهور. وانت بتحل ده ازاي؟ العلاقات العاطفيه كمان هتدخل كمان في الشق ده. هقول لحضرتك على حاجه هي مش معلنه قوي، اي لاعب من اللعيبه الكبار انا بكون على لينك بكل الاسره اللي حواليه، سواء بعلمه وفي وقت من غير علمه. حلو ده. ده لازم بيتم، وفي وقت معين لازم يعني بستعين بالاسره. يعني في لعيبه كتير من غير ذكر اسماء كنت شغال معاهم ويبقى هو مسافر بره وانا في البيت عنده. اوكي. بنتفق اول ما يرجع هيحصل ايه، بس هو ما يعرفش ايه اللي بيحصل. لازم تكون على لينك بكل حاجه خاصه باللاعب. طب برضه في حالات يعني في اوضاع كده استثنائيه اعتقد ان هي كمان بدورها بتحتاج دعم استثنائي. يعني بعد ما يكون مثلا سواء رياضه فرديه او جماعيه يكون مثلا اللعيبه مروا بفتره اخفاق، خسروا بطولتين ثلاثه ورا بعض، داخلين عندهم ماتش مهم او بطوله مهمه والمنافسين كلهم اقوى من بعض. يعني في حالات معينه بيبقى فيها حته التحفيز مطلوب بشكل مضاعف. حضرتك جبت حته مهمه جدا وخطر جدا. لو في اخفاق يهمني قبل ما اتكلم عن اللاعب الفايبس اللي حوالين اللعيبه كلها سلبيه بطبيعه الحال، ده اللي بتكلم فيه. الفايبس سواء من الاسره سواء من النادي سواء من الاداره سواء من الاتحاد، بلاش نقعد نتكلم ان انت خسرت وان انت، بلاش الفايبس السلبيه دي رقم واحد. رقم اتنين، بلاش نقول انت لازم تكسب الماتش الجاي، بلاش تخلي عقل اللاعب يروح لحته لازم.
عشان كده انا دايما بتكلم في حته البرفورمانس، وجهه لحته البرفورمانس. في بعض الماتشات بتبقى فعلا صعبه عندنا جدا، ومثلا الفريق بتاعنا هيلاعب فريق اصعب. طول ما انت بتقول له انت هتلاعب فريق صعب، انت كبرت له المشكله بس ما فهمتوش يعني ايه صعب. فانا دايما بتكلم مع اللاعب ان احنا المفروض نكسب ان شاء الله، او عايز تكسب يقول لي اه بس الفريق ده صعب. اقول له صعب في ايه؟ نبدا نحلل. ما في حاجه في عندنا بنشتغل عليها، تحليل اداء نفس حركي. بحلل الاداء نفس حركي، نفس حركي حلل اللاعب بتاعي من كل ظروفه الحلو والوحش، وحلل الفريق المنافس. فلما بحلل الفريق المنافس حتى لو كان صعب بطلع له الحلو والوحش اللي عنده. حتى اتكلمنا في النقطه دي في الانترو برضو، فكره ان انا احلل المنافس دي مهمه جدا. هقول لحضرتك دي اهميتها في ايه. لما انا بحلل بدي فايل للاعب اللي قدامي بالنسبه للاعب المنافس، ايه الحلو اللي عنده وايه الوحش، فكده بيبدا يفكر شويه انا ممكن اكسبه ازاي. لكن طول ما انا بقول له انت هتلاعب فريق صعب جدا وقوي، هو عمال تكبر له الموضوع وتهوله له، بس هو مش عارف طب انا هعمل ايه. او لما تقول للاعب بتاعك لازم تكسب وتسيبه، ما انا هكسب هاو دايما. لما حد يجي من اللاعب يقول لي انا عايز اكسب، اقول له هاو اديني ديسكريبشن، ما تقوليش بس انا عايز اكسب، اديني الجي بي اس، دايما بسميها الجي بي اس، اديني اللاين اللي هتمشي عليه. فلازم لما تقول له هتكسب قول له من خلال 1 2 3 4، لو انت عملت كده هتكسب كده. اوكي. فلازم دايما يكون في ديسكريبشن للاعب عشان عقله ما يقفش، وبالذات اللعيبه الصغيرين بلاش نديهم مصطلحات انت لازم تكسب او الماتش ده صعب قوي النهارده. انت قلت له قفلت له الموضوع فهو خلاص اقتنع ان الماتش صعب، فهو بيكون لازم ما بيلعبش. عشان كده ساعات بتلاقوا في لعيبه في الملعب هو واقف في مكانه، واللعيب لما تيجي تتكلم يقول لك انا كنت حاسس ان انا واقف اكني عامل زي الخشبه كده واقف في مكاني مش بتحرك. طب مالك؟ يقول لك انا ما اعرفش، بس هو كان عقله كله بيفكر ان الماتش ده صعب، او ان انا هكسب النهارده ورئيس النادي هيكون واقف وهيشوفني، او مش عارف مين هيكون بيقعد يفكر هعمل ايه لما اكسب. دي برضه من اخطر الحاجات. الخوف من ردود الافعال دايما بتبقى عائق كبير جدا امام تحقيق النجاح. بالظبط. لازم الواحد دايماً ما يركزش اصلا في ردود الافعال تماما. وفي وقت معين احنا بنعايش اللاعب ان انت كسبت وقفت على البوديوم والنشيد الوطني شغال، بس ليها تكنيك معين ما اقعدش اقولها له كل شويه، لان هو لو راح معاها من بدري ممكن تعمل له مشكله. تعرف الكلام ده بينطبق جدا على الاكاديميات وقاعده الناشئين والمدارس وغيره اللي هي كره القدم في السن والبراعم وغيره، لان في منظومه دايما او في دراسه تقول لك ان الاطفال دول ما ينفعش تدخلهم ماتشات حقيقيه، لازم كله يبقى ماتشات لا تكسب عادي. صح. في السن ده الرعب ممكن يكون يؤثر من الخساره يؤثر على الاداء، وفي سن انت لازم تبني فيه اللاعب مش تكسره. فدي نقطه مهمه جدا، واتمنى ان هي كمان تطبق على الاكاديميات الخاصه يعني، او الاكاديميات عامه لكره القدم. يا ريت حضرتك تتكلمي في حته مهمه جدا وفعلا خطر جدا. احنا عندنا لاعبين صغيرين بسبب عدم وعي الاسره في حته المكسب والخساره، اللاعب لما بيوصل 15 سنه بيبقى عايز يبطل الرياضه. وده بقى مشهور جدا، وتلاقي اللعيب مثلا اول جمهوريه وعايز يبطل. اوكي. ده بقى يعني حالات كتير قوي بسبب ضغط الاسره، او بسبب ان هو من صغره لازم تكسب وما ينفعش تخرج، يعني هو خلاص بقى بالنسبه له البطوله او المكسب والخساره بقت حاجه يعني مهمه جدا. وفي عندنا حاجه ثانيه ممكن الاسره تعملها، اللاعب النهارده كسب خلاص يخرج وينبسط والحياه جميله، خسر تلاقي الاب والام ما بيتكلموش لمده اسبوع ومفيش خروج والبيت كئيب. يعني في لعيبه تيجي تقول لي الاسره احنا عايش فيه كابه، ده الاهالي اللي عايزه تاهيل نفسي هنا. دي حقيقه، دي حقيقه، شيء صعب جدا. وانا مش بقول ان احنا لازم نوعي كده، الاهل هم اللي محتاجين دعم نفسي في وقت طبعا في فتره كبيره جدا او في وقت مهم جدا الاسره هي اللي محتاجه الدعم النفسي. بالمناسبه برضو خلينا نستغل فرصه وجودك معانا يعني عشان نحاول نفهم الظاهره اللي احنا واخدين بالنا منها من سنين طويله. انت عندك فئه من الرياضيين اللي هم ذوي القدرات الخاصه. صح. الناس دول اكتر ناس مشرفانا على المستوى. صح. الدولي. صح. في كل. صح. دوره بارالمبيه بيشاركوا فيها. طبعا. واحنا بنتكلم على لعيبه اغلبهم تابعين لاتحادات تكاد تكون منعدمه الموارد، فبالتالي ما عندهمش اكيد. صح. طبيب نفسي او اخصائي نفسي او كذا، ولكن تحسهم هم اطباء نفسهم. ده حقيقه. وبيقدروا يخلقوا الحافز جواهم ويقدروا يطبقوه في معترك البطوله اللي هم بيشاركوا فيها، وغالبا بيرجعوا محملين بالميداليات الذهب من البطوله دي نفسها. ايه سر الظاهره دي؟ هقول لحضرتك قبل ما اجاوب عشان انت قلت حته برضه مهمه قوي. معظم المشاكل النفسيه اللي انا بشوفها وبشتغل فيها سواء ليها علاقه برياضه او بره الرياضه ليها علاقه بحاجه بسيطه قوي اسمها الرضا. الرضا. انا بتكلم بعيدا عن البارالمبيك، انا بتكلم كلنا عدم الرضا، اي حد فينا في اي مجال ما عندوش رضا عن نفسه الموضوع خلاص بقى فيه مشكله. حتى الشيخ الشعراوي في مره قالها، لو حد عنده مشكله لا قدر الله اصابه مرض العلاج بتاعها رقم واحد الرضا، رضيت الموضوع اتحل. طبعا.
اللعيبه بقى البارالمبيك يعني اللي فعلا مشرفينا في كل العالم، وكان ليا الشرف اني اشتغلت مع كابتن شريف عثمان في اولمبياد طوكيو. بس الرضا معلش، لان المفهوم ده انا اسفه طبعا، المفهوم ده يحمل شقين، الرضا باللي انا ما اقدرش اغيره ده حاجه حل. لكن انا لا يمكن ارضى بوضعيه انا فيها او ظروف انا فيها او مستوى انا فيه انا اقدر اغيره بايدي، لا يمكن ارضى واقول خلاص، لان ده يبقى انهزاميه، فرق كبير قوي بين هنا وهنا لو تتفق معايا يعني. معاكي، بس هقول لحضرتك على حاجه، انا كنت بتكلم في الاول في مصطلح الرضا لو حد عنده اي مشكله ما. رقم اثنين اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده اهميه الاعداد النفسي. ما هو اللاعب لما بيجي يتكلم وبيفرغ كل اللي فعله وبنطلع كل حاجه بنبدا نوصل لده. اهم حاجه ان اللي عنده مشكله يقتنع بحلها. انا عندي مشكله وشايف ان هي مش هتتحل. واكتر ناس بتبقى عندها المشاكل دي اللي مخزناها جوه. يعني انا عندي مشكله، طب احكي لي. لا ما انا مش هحكي لك ليه، عشان عارف ان هي مش هتتحل. فوانس ان بدا يحكي وبدا نفرغ الموضوع اختلف. وانا هنا عندي مثال مهم جدا وفرق معانا في الاولمبياد، كان ليا الشرف اشتغلت مع كابتن شريف عثمان، كابتن حبر رضوان يعني اللي شرفونا في اولمبياد طوكيو ونجوم الاولمبياد طبعًا. يعني طبعا وكان اضافه كبيره ليا والله. كمان كابتن شريف قبل الاولمبياد بوقت بسيط جاله اصابه. وانا عرفت متاخر شويه من السبونسرز والراعي، فروحت قعدت معاه. وانا كابتن شريف من الناس اللي انا يعني ببقى مذاكر قبل ما اخش له، هو قاري منتال كويس جدا، من الناس الاساطير في المجال. فقعد بتكلم معاه، فقال لي انت في ايه؟ هو عارف ان انا عايز افتح معاه الموضوع ان احنا يعني ان شاء الله والاولمبيات وهنلحق، وكانت اصابه كمان في وقت كريتيكال قوي. هو اللي عمل لي جلسه. قال لي فاكر اولمبيات لندن؟ قعد يحكي لي على كل اولمبيات لعبها، فاكر ميداليه الذهب اللي جبتها، وقعد يحكي لي عن الميداليات. قلت له اه. قال لي هو انا يعني كنت كويس؟ قلت له كنت كويس جدا. قال لي ده ربنا. قعد يحكي لي على ربنا وكرم ربنا. فقال لي انا مش زعلان ان في اصابه، ان ربنا اداني كتير. وهو قاعد انا حاسب بكم رضا. انا قمت يعني سلمت عليه وحضنت، كنا حتى في مطعم في مكان عام. المنطق يقول كده، الايمان قوي بيبقى راضي وراح، وربنا كرمه الرضا لمن يرضى، وربنا كرمه في الاولمبياد طبعًا. انا بتكلم طبعًا. بقى ده فكر اللعيبه الكبيره، ده فكر الوعي. هو بقى مسافر، هو عنده رضا بكل حاجه، فربنا بيكرمه وزياده. فدايما الكونسبت بتاع الرضا عند اي لاعب، عند اي شخص، والله العظيم بيختلف تماما. صحيح. لان انا عندي مشكله ثانيه مع اللاعب اللي بيكسب بطوله 2-3 وفي مره يحصل له اخفاق، فهو مش متقبل ان انا اخسر. ففي لعيبه ممكن تطول شويه بسبب ان انا ازاي انا اخسر، ازاي انا ابقى رقم واحد بنزل. ايوه الفكره. وده حاجه كويسه، ده صحي، ده طبيعي. انت طبيعه الحياه لما ارضى بالهزيمه. انا عشان كده انا مش مع الرضا اللي هو 100%. انا اختلف معاكم شويه يعني، او يمكن هي مش واصله لي وجهه نظرك. انا مش قصدي يعني انا بتكلم ان هو يقتنع. انا ضد الرضا في الـ في الـ في الحاجات اللي انا شايف ان انا اقدر اوصل لحاجه احسن، انا اقدر احسن من حياتي، اطور من ادائي، اكسب اكتر. المية. احنا في نفس الاتجاه. انا لن ارضى بالحاجات غير اللي انا عايزاها. هو يمكن يقصد ان الرضا تبقى قاعده انطلاق يتبني عليها. ده اللي قصدي عليه. انا مع حضرتك بس مع الرضا يبقى في تحفيز زي ما انت بتقول شخصي. انا لازم يكون انا راضي، خلاص ربنا حطني في الوضع ده، ما فيش مشكله الحمد لله، ولكن مش هقبل ان انا افضل في الوضع ده، انا هشتغل. وانا ما كانش قصدي كده. انا هقول لحضرتك ده اللي انا قصدي عليه. كده متفقين اوكي. متفقين 100%. اللي بيحصل في المجال الرياضي ان في لاعب كان بيكسب، بدا يخسر لا قدر الله في اي بطوله، فبقى عنده عدم الرضا من الخساره. خلاص هنا لازم نوقف بقى في اتجاهين. لازم احنا نتدخل. احنا معاك، احنا كمان مش راضيين على الخساره، بس هنحلها ازاي؟ الفكره ان هو لو ما حلهاش بيتمرن حلو قوي وبيعمل اللي عليه وزياده، يجي وقت البطوله قبل اللعب بيوم بيقعد يفكر في الخساره اللي حصلت في البطوله اللي قبلها. هتتكرر تاني. هنيجي عند حته تانيه، الاصابات. في بعض اللعيبه اللي يجي لهم لا قدر الله اصابه شنيعه جدا، بعد ما يتعالج ويعمل تاهيل ينزل الملعب وهو خلاص جاهز 100%، بيبقى لسه ما عندوش ثقه في نفسه 100%، وخايف ان الاصابه تتكرر. انا بتكلم ان انت في وقت معين، انا حصل لي رضا الحمد لله، بفكر ان انا بقى ازاي بقى يعني ابقى في بروجرس في الحته دي، لكن لازم يبقى اللاعب يطلع اللي جواه. انا بقى عشان الوقت بيخلص عايز اسالك سؤال اخير. أوكي. الصحه النفسيه هل هي حاجه ثانويه ولا هي حاجه اساسيه في حياه البشر في العموم؟ يعني هل احنا نلجا للصحه النفسيه ولايف كوتشز او اخصائي نفسي او طبيب نفسي كل فتره حاجه ريجولر في حياتنا، ولا حتى لو كل سنه مره، ولا الموضوع لما يتطلب نلجا ليه؟ انهي الاصح من وجهه نظر العلم؟ الاصح ان يعني رقم واحد احنا ممكن ما نلجاش لحد خالص. لو انا دايما بفرغ كل حاجه بشكل بسيط. ما انت بتفرغه مع مين؟ هقول لحضرتك ازاي. واحده احنا ممكن نفرغ مع حد اساسا لا لا لا. عنده مشاكل نفسيه اكتر من انا بتكلم من غير ما نلجا لحد. ايه المشكله الاساسيه في كل بيوتنا؟ ان انا بروح الشغل بيبقى عندي مشاكل باخدها معايا وانا ماشي، اروح بيها البيت، اخش البيت عندي مشاكل ثانيه، وتكتر تانية. تكتر اخرج بيه. فدايما حاول تفرغ يوميا، حاول تعمل. احنا ايه مشكلتنا؟ مفيش تايم مانجمنت.
لازم نرتب اولوياتنا. سريعا كده التفريغ ده للاشخاص العاديين بيجي ازاي؟ حلو. رقم واحد لازم يبقى انت منظم في اليوم بتاعك وعارف النهارده ان انا مثلا عندي تصوير الصبح، ايه اللي محتاجه في التصوير فقط، ومفروض هجهز 1 2 3 اوكي عشان عقلي ما يبقاش فيه لود. ايه اللي بيعمل لنا دايما مشاكل؟ إيه؟ انت بتروح شغلك فبتفكر في حاجه بعد الشغل، انت عمال ترمي كل حاجه على اللي بعدها. فلو انت قسمت كل حاجه عندك وفرغت عقلك منها الموضوع اختلف. طيب ساعات بنيجي يقول لك احنا باجي انام مش بعرف انام، بقعد افكر في المشاكل عندي. طب انا دايما بقول للاعب اللي قدامي او لاي شخص، قوم واجهها. ازاي؟ ورقه وقلم، اكتب ايه الحاجه اللي شغلك هنا. طول ما انا بقول انا عارف المشكله اللي عندي بس مش هواجهها ما تعرفش تنام، اكتب انا عندي مشكله 1، اكتب الحاجه اللي عندك. في حاجات هتلاقي اسئله الحلول بتاعتها في ساعتها. هو مجرد الكتابه يعتبر تفريغ؟ جزء كبير من التفريغ ان انت طلعت المشكله وشفتها بعينك. اوكي. مش احنا ساعات ولادنا بيبقى عنده مشكله فعمال تقول له وهو مش مقتنع؟ لما بيشوفها بعينه. يعني انا دلوقتي مثلا عندي مشكله عائليه ما، حلو، كتبت في الورقه ان انا عندي مشكله مثلا مع فلان مثلا، حلو، او ايا كان، حلو، وشفتها، مجرد ان انا كتبتها وشايف اللي انا كتبته، اول حاجه انت فرغتها، انت فرغت، انت فرغت وشفت بعينك. اوكي. هسال نفسي سؤال، هل ليها حل ولا ملوش حل؟ ممكن يبقى الحل بالنسبه لي بسيط، وممكن يبقى الحل محتاج مساعده، سواء مساعده من حد من الاسره، سواء من حد متخصص. وده هدي لحضرتك مثال مهم جدا بيحصل في الرياضه. ان انا ساعات لعيب وبالذات وقت الاولمبياد يكلمني ليله البطوله، احنا خلاص خلصنا جلستنا ورايحين نلعب، يقول لي مش عارف انام، اقول لي يقول لي انا بكره انا خايف اخسر. اقول له طيب خايف ما اجيبش ميداليه زي الاولمبياد اللي فاتت، بسيبه يتكلم. بعد كده اقول له طب اكتب كل الكلام ده. بعد ما يكتبه هدي حضرتك مثال، هو كتب انا خايف اخسر البطوله. اقول له طب ازاي تكسب البطوله؟ يقول لازم اكون متمرن كويس بقالي مثلا على مدار الاربع سنين، لازم اكون عامل الاحمال. اقول له عامل الكلام ده ولا مش عامله؟ يقول لي عامله 100%. هو خلاص هو واجع عقله شاف الحل. اقول له خلاص خش نام حضرتك، فاهم انا قصدي ايه؟ يقول لي طب انا خايف اجيب الميداليه. اقول له طب احنا لو فكرنا في الميداليه ونسينا الاداء هيحصل ايه؟ يقول لي هخسر. وممكن افكره ببطوله هو خسر فيها بسبب الحته دي. اوكي. فبخلي عقله يواجه المشكله. في وقت معين بيبقى هو عنده رد على يعني سؤال كاتبه ملوش حل بالنسبه له. فلازم يتدخل المدرب او النفسي او يعني هنا الوقت اللي احنا بنلجا بيه لشخص ثاني خالص. لكن المشكله الاساسيه طول ما انا جوه عقلي انا مش عايز اطلع، وانا عارف المشكله وعارف ان ملهاش حل. هي دي الفكره، ان في ناس مقتنعه ان انا مفيش حل. ده لوحده مشكله. الحاجه الاكيده اللي انت بتعمله ده مهم جدا جدا، واكيد بيبقى له انعكاسات طيبه جدا كانجازات بتتم حقيقه يعني. الحمد لله. فبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. للاسف وقت الفقره بيبقى ليميتد، بس كلام معاك ممتع حقيقه دكتور. ربنا يخليك. اكيد هنتقابل تاني ملف غايه الاهميه. على كل حال نروح فاصل وهنرجع بعد كده نكمل مع حضراتكم. اهلا بكم مره تانية. تعالوا بقى نتكلم في الفقره دي عن الالعاب الرياضيه الاخرى، وخصوصا الالعاب اللي النادي الاهلي عمل فيها شغل رائع في الفتره الاخيره، كما هو الحال في رياضة الجمباز. عايزين نتكلم عن الخطوات اللي اتحققت في الفترة الأخيرة والنتائج الجميلة الحقيقة اللي فعلا كلنا سعدنا بيها مؤخرا. تعالوا نتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور كريم علي عبد الرحمن، هو المدرب العام لقطاع جمباز النادي الأهلي للرجال. يا صباح الفل عليكم، منورنا. أهلا بيك. صباح الهنا. صباح الخير. ده بيتك كده كده يا دكتور أكيد طبعا. مش ضيف يعني. وطبعا زي ما كريم قال الجمباز من الرياضات اللي فعلا لازم نقف عندها ونقول عامله طفره في الفترات كمان الاخيره بشكل كبير جدا. قبل حديثنا انا بحب دايما ابدا من النشء، يعني لو هنتكلم عن السن اصلا لبدايه دخول الجمباز او ممارسه هذه الرياضه، وهل بيختلف من ولد لبنت صغيرين ولا السن بيكون واحد كستارت؟ هو بدايه التدريب بيفضل تبقى 4 سنين. 4 ولاد وبنات. عشان يبقى فيه بس جزء من الاستيعاب. هو كده كده الطفل لما يبقى عنده 4 سنين بيبدا يستوعب، بيبدا يتكلم معاك، تبدا تدي له انستراكشنز معينه ينفذها. يوصل ان المرحله السنيه دي هي مرحله بتحب فيها الولد او البنت التواجد في المكان، مش مرحله تدريب قد ما هي مرحله تعايش مع المكان، وان هو بيبدا يسمع لابسط حاجه من التعليمات بتاعه المدرب او الناس اللي موجوده في المكان. تقف فين؟ تقعد فين؟ عمليه نظاميه في الاول وفي الاخر، وبعدين يبدا نحط الشغل التدريبي اللي يأهله بعد كده يتدرج عشان يخش في رياضه الجمباز اللي هي مسافتها في الاعداد طويله جدا يعني. اوكي، يعني سن النموذجي للبدايه سن 4 سنين. احنا قبل ما نخش بقى في اي كلمه منافسه او مش منافسه. طبعا ده تجهيز نبدأ للجاية. بس كده. اوكي طيب، احنا برضو عارفين ان حضرتك محكم دولي في رياضه الجمباز، وانا شخصيا عارف ان انت بكره ان شاء الله مسافر بالسلامه ان شاء الله. هتشارك في بطوله ايه اللي عندنا بكره ان شاء الله باذن الله؟ الاتحاد المصري للجمباز ربنا يوفقه، رئيس دكتور ايهاب امين،
تم اختياري ان انا اطلع احكم بطوله افريقيا. معموله فين بقى المره في جنوب افريقيا ان شاء الله. جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. المؤهله للاولمبياد. وهي لبطوله العالم المؤهله للاولمبياد. فدي هيشارك فيها منتخب. بطوله بتسلم بطوله. احنا عندنا نظام ان انت مثلا عشان تروح بطوله العالم لازم تلعب بطولة افريقيا وتجيب رانك معين عشان تتأهل للبطولة المؤهلة للأولمبياد. اوكي. ده نظام تابع للاتحاد الدولي. تبقى البطولة تحت اشراف الاتحاد الدولي للجمباز. فبإذن الله رايح بإذن الله بكرة إن شاء الله تحكيم البطولة هي مدة 6 أيام ونرجع بإذن الله إن شاء الله بإذن الله المنتخب منصور بإذن الله. يا رب. ومعنا لعيبة من الأهلي بإذن الله بتلعب في نفس في المنتخب، نتمنى التوفيق لجميع لعيبة المنتخب إن شاء الله. الجمباز دايما بتقول لي برضو دكتور كريم من الرياضات اللي الأمهات أو الأهالي بيبقوا حابين ولادهم في سن معين إن هم يروحوا يمارسوها، بس برضو بيخافوا لأن إصاباتها معروفة إن هي كتيرة. هل الكلام ده لحد دلوقتي مظبوط ولا مع التطوير اللي ممكن يحصل في الفنيات وغيره مش واردة أوي الإصابات دي زي زمان؟ بص حضرتك خلينا نقول إن الإصابة دي شيء قدري. ملهاش علاقة برياضة معينة من وجهة نظرك؟ ملهاش علاقة، الإصابة دي شيء قدري، رياضة الجمباز رياضة صعبة، رياضة الجمباز رياضة تبان حلوة، أدائها جميل تستمتع بيه، بس دايما تشوف إن لازم في حاجة فلسفية كده، أي حاجة حلوة قوي وراها مجهود كبير جدا. أكيد. صحيح. طبعًا. وراها مجهود كبير جدا، فهي رياضة الجمباز الحلوة قوي اللي بتستمتع بيها دي وراها مجهود كبير جدا، الجسم البشري اللي بيعمل حركات في الهواء واللي بيلعب على متوازي عقلة وأرضي ده وراه مجهود كبير جدا. حته الاصابه ده شيء قدري، يعني في حد بيتصاب على مرتبه سافنج، في واحد بيتصاب وهو ماشي، بس في رياضات بيسموها خطره وفي رياضات هي رياضة صعبة. نسبه الخطوره فيها هي رياضه صعبه، بس موضوع الاصابه ده شيء قدري ملهاش علاقه. يعني الاصابه بتيجي في كسر من السنه. طب ما هنقعد ندور على الاسباب مش هنلاقي سبب. طب برضو على ذكر الفئات العمريه الاصغر اللي هم الناشئ، في كتير من الاهالي عندهم يقين، مش مجرد اقتناع، ده يقين بان الرياضه دي رياضه الجمباز هي الرياضه الامثل اللي يخلوا ابنهم او بنتهم يبتدوا بيها حتى لو كانوا هيروحوا بعدها لرياضه تانية، مقتنعين ان هي فيها ما يكفي من تاسيس الجسم لابنهم او لبنتهم. هي اي درجه الكلام ده مظبوط؟ هي دي حقيقه فعلا، وده شيء على مستوى العالم، معظم الناس بتلعب الجمباز كتاسيس لان جميع عضلات الجسم وجميع القدرات البدنيه اللي موجوده بتؤهل في رياضه الجمباز. يعني عندك رياضه الجمباز ما فيش عنصر من عناصر القدرات البدنيه مش موجود في رياضه الجمباز، بس المشكله ان ده بيتحول معاهم بعد كده بقى الرغبه في ممارسه الجمباز. ومش كل جسم موجود ممكن يلعب، ومش كل قدرات نفسيه ممكن تلعب. وكان معاكم استاذ علم النفس دكتور صفي، هو بياكد ساعات بنتكلم مع بعض بياكد على الكلام ده، مش كل قدرات نفسيه تلعب، مش كل قدرات عقليه تلعب. في ولد يبقى بدنيا هايل بس قدراته النفسية ما تنفعش في الجمباز. في ولد قدراته النفسية تنفع بس هو بدنيا مش مؤهل. بس هي تؤهله للعبة تانية، بيبدأ من ليفل في الإعداد البدني أعلى من أقرانه في اللعبة دي. أوكي. طيب أنا عايزة برضو أتكلم معاك لأن أنا بقول لك من حاجات اللي هي كومن أو اللي هي واردة عن رياض أو كنا بنسمعها حتى من وإحنا صغيرين، الإصابات بتاعة الكتف تحديدا والمفاصل وغيره، هل برضو مع الوجود دلوقتي التطور في التدريب وغيره والتغذية وغيره من هذه الأمور تؤثر بشكل إيجابي على تقليل عدد الإصابات وإن كانت من وجهة نظر حضرتك ما هياش الأعلى نسبة؟ يعني هو في دلوقتي علم عند في الطب الرياضي بالظبط، وفي إصابات الملاعب حاجة اسمها Injury Prevention، منع الإصابة أو التقليل من حدوث الإصابة. كويس. ده عن طريق التدريب وعن طريق الإعداد البدني بطرق معينة، بس في نفس الوقت هرجع اقول لك تاني ان الاصابه شيء قدري ممكن تحصل نتيجه خطا في اداء. ما ننساش ان انا بلعب على جهاز هو عباره عن خشب حديد، ما هو عشان كده انا بقول حاجه غير الاسكواش مثلا، غير رياضات غير التنس، يعني ممكن ساعات لعيب يرتطم بجهاز، لما هيرتطم يعني بجهاز خشب او جهاز حديد هتحصل اصابه بالظبط، او لما هيعمل حركه وارد الخطا. لعيب الكوره بيجي ساعات الكوره يبصيها بتطلع الكوره على منه، لعيب عالي مستواه عالي، ما فيش لعيب على مستوى العالم حتى كريستيانو رونالدو نسبه الباسز بتاعته بتيجي 100% في كل ماتش. ايوه طبعا بنسب مختلفه. فاللعيب الجمباز يعني ممكن يحصل خطا، الخطا ده وارد ان ممكن تبقى خطا كبير ساعات فيتال ميستيك تحصل اصابه. طيب. هل دي وارد بتؤدي الى بقى يعني في اخطاء مثلا بتحصل في الملاعب وبعد كده اللاعب بيقدر ان هو يكمل بعد علاج، هل الاصابات من الجمباز كمان فيها استشفاء ولا نسبه كبيره جدا فيها سيفير قوي مثلا؟ نسبه كبيره فيها استشفاء
ونسبه كبيره بتبقى اصابات سيفير بتحتاج وقت طويل للاستشفاء. قليل قوي اللي اتصاب اصابات ما رجعش وما كملش منها. بتبقى بس بتبقى يعني حاجات صعبه شويه. طيب خلينا برضو بفرصه وحضرتك منورنا النهارده نعرف الناس وبصفه خاصه الاولياء الامور والاهالي اللي عندهم اولاد صغيرين لسه هيبتدوا يخلوهم يمارسوا رياضه، وغالبا هيكون الاختيار هو الجمباز بطبيعه الحال. تعالى نعرف الناس ايه انواع الجمباز. احنا انواع الجمباز عندنا الجمباز الفني رجال، وجمباز اللي هو الاجهزه اللي هو الارضي وحسن حلق والحلق والبنات بالنسبه okay. اجهزه البنات، وفي جمباز ايقاعي وفي جمباز ايروبيك وفي حاجه اسمها جمباز للجميع الانواع وفي جمباز ترامبولين. جمباز الايقاعي والايروبيك ده خاص بالبنات بس؟ لا كده؟ الايروبيك بنات وبنات، الايقاعي خاص بالبنات فقط. اوكي. احنا عندنا في الاهلي جمباز الفني فقط، احنا مركزين في جزئيه الجمباز الفني فقط. في انديه ثانيه فيها جمباز ايقاعي، فيها جمباز ايروبيك، وفي حاجه اسمها جمباز للجميع هو اشبه بالايروبيك. التركيز على النوع ده تحديدا لان بقيه الانواع محتاجه مساحات اخرى، واحنا محتاجين الكباسيتي بتاعه المكان تبقى مجهزه بس للجمباز بتاعنا. الجمباز احنا مركزين على ان احنا نطلع ابطال في الفئه دي بتاعه الجمباز الفني. والحمد لله على مدار سنين كتير جدا غزينا المنتخبات بلعيبه كويسه جدا من النادي الاهلي الحمد لله، فاحنا جميل. مركزين على جزء الجمباز الفني. الفكره كلها في ان انت تلعب ايه؟ لا الفكره ان انت تلعب يعني تبدا الجمباز كتاهيل سواء كان تكمل في الجمباز او لرياضه اخرى. وتبقى عارف انت ممكن تكمل او لا. ولما توصل لمرحله معينه انت مش عارف تكمل ما تكبرش. ايوه طبعا. إيه عشان ما تضيعش وقتك. كويس. طب احنا لو هنتكلم على الاولمبياد بقى وطموحنا واحلامنا اكيد، واي بطوله دلوقتي مؤهله للاولمبياد بنركز فيها بشكل كبير، احنا فين اولا عالميا في هذه الرياضه رقم واحد، رقم اثنين طموحنا لباريس 2024 باذن الله ايه؟ خلينا برضو نعرف. هو الاتحاد المصري للجمباز بقياده الدكتور ايهاب امين بصراحه عامل مجهود كويس جدا وعامل طفره في الجمباز كويسه جدا. بس لازم حضرتك نعرف ان بنى فريق عشان يخوض معترك اولمبي ده مش سهل. اكيد. اعداد لاعب الجمباز بياخد من 12 ل 14 سنه. لعيب الجمباز بيبدا عنده 4 سنين. بيسمح له يلعب ناشئ وهو عنده 14 سنه. اوكي. بيسمح له يلعب دولي باسم المنتخب الكبير وهو عنده 18 سنه. ده قانون من الاتحاد الدولي. ايوه. فانت عشان تبني فريق فده موضوع كبير. احنا دلوقتي عندنا لعيبه دخلوا نهائيات كاسات عالم، لعيبه حققوا ميداليات في بطولات عالم، لعيبه دخلت على مستوى الناشئين حققوا ميداليات في بطوله العالم الاخيره كانت في تركيا، لعيبه دخلوا في احسن 24 لاعب في بطوله العالم في ليفربول. على المستوى الفردي احنا ماشيين كويس، على المستوى الجماعي فريق الجمباز دلوقتي حقق رانك كويس ال 15 على العالم. عشان تخش في احسن 12 تبدا تتدرج تخش كفريق لا ده هياخد وقت، بس بالنظام اللي احنا ماشيين بيه ممكن على 28 يبقى عندنا فريق كويس يخش في احسن 10 في لوس انجلوس يعني. بعاد عن دول ثانيه في الرياضه دي؟ لا الدول الثانيه دي اللعيب عندها بيتفرغ تماما للرياضه. اوكي. متفرغ تماما بيتمرن 3-4 مرات في اليوم. عنده سيستم هو الرياضه وبعدين اي حاجه ثانيه. اوكي. احنا السيستم الحياتي عندنا لا في دراسه الدراسه وبعد كده اي حاجه في مواصلات في صوت في حاجات كتير قوي بره الرياضه. بس دي نقطه كل تقريبا المعنيين في رياضات اخرى تحدثت عنها، كل ما نسال حد تقريبا عن مستوانا عالميا يقول لك احنا في المستوى الفلاني، والاسباب كتيره منها ان الدول الثانيه بيعملوش حاجه غير ان هم بيتمرنوا تفرغ. طب ما هو ده يدينا مؤشر ان احنا عمرنا ما هنوصل للتوب مثلا 5 او 3. لا هنوصل الا لو غيرنا اللايف ستايل بتاعنا، على فكره فيري هارد. احنا هنوصل مش سهل ابدا ان احنا هنوصل بس هياخد وقت اطول. هنوصل بفرديات بس كعمل جماعي هياخد وقت اطول. طب وليه المنظومه ما تغيرش تفاصيلها بحيث ان يبقى عندنا النمط ده في محاولات في محاولات بيبقى في محاولات لعمل تفرغ للاعبين، بس هيفضل اللاعب برضو عنده فتره في حياته انه لازم يروح يمتحن، لازم يروح يعمل حاجه معينه، لازم يروح يخلص عنده التزامات عائليه هتفضل. بس دلوقتي في محاولات لايجاد وقت لتفرغ اللاعبين علشان يقوموا تدريب. يعني احنا مثلا عندنا في النادي الاهلي فريقنا في فريق الدرجه الاولى اللي الحمد لله على مدار سنتين الحمد لله خدنا بطوله الجمهوريه كسبنا اول. الفتره بتاعت من نص 5 لغايه نص 6 او اواخرها احنا التدريب بيبقى متقطع. احنا الجهاز الفني بيبقى موجودين 7 ايام في الاسبوع. اوكي. علشان اي لعيب هيجي في اي يوم هنمرنه.
ليه؟ انا مش هحدد عدد ايام معينه، لان انا مثلا عندي لعيب عنده امتحان في الجامعه بتاعته يوم السبت مش هيجي، عنده امتحان يوم السبت والحد، فسبت وحد مش هيجي، طب انا موجود بقيت ايام اسبوع. انا النهارده في لعيب جاي لي وانا جاي له مخصوص عشان هو جاي لي النهارده، عشان هو لعيب ده في طب جامعه الدلتا في المنصوره، اللعيب ده بيروح المنصوره ويجي لي يتمرن في النادي. يعني ساعات بيروح الامتحان ويجي لي على النادي. شوف شوف المسافه، ده اجهاد، ده لعيب من اللعيبه الاساسيه في الفريق عندي في نادي الاهلي. فده انت لازم بتحاول تاخد اجراءات اخرى عشان توفر وقت لتدريب اللاعبين، فدي اجراءات بتبقى صعبه، مجهده عليك، مجهده على اللاعب، مجهده على الاسره. يعني عندها حق، مثلا بنتي في سنه خمسه وسنه رابعه السنه اللي فاتت، انا زوجتي كانت بتتعب معاها ومعايا جدا في الفتره دي، ما بين ان هي بتلعب رياضه، بتلعب بنتي بتلعب كاراتيه، بتلعب جمباز. انتوا اكيد الامهات عندكم في العيله بشكل خاص اكيد مفرهدين منكم، ما شاء الله انتوا مستاثرين برياضه الجمباز بصفه خاصه. لا، على مستوى العيله كلها. انا بعدت بنتي عن الجمباز خالص، بنتي امكانياتها ما تجيبش جمباز، وزوجتي تفهمت الموضوع ده، انا خرجت بنتي من الجمباز وهي تعبانه مثلا، انا زوجتي تعبانه معاها وتعبانه. يعني انت وديتها من الجمباز للكروكيه، وهي راحت ملاكمه تقريبا، كاراتيه. كاراتيه فبس منافسه مع مذاكره، ده يعني فتره الامتحانات بتبقى فتره مجهده جدا، مع فتره المذاكره مع مناهج كبيره جدا. فده من العوائق اللي مثلا بتخليني، طب هي خلصت الامتحانات عندها حاجه كانت في النادي الاهلي هنا بطوله الرانك بتاعت النادي، طب بعديها بخمس ايام، طب ما دي برضو طبعا الكوميونيكيشن ما بين او التنسيق ما بين الوزارات المختلفه، ده طالبنا بيه مليون مره، ورياضيين طلعوا اتكلموا عنه مليون مره. لو احنا عايزين هدف معين وهو حصول مصر على اعلى عدد من الميداليات في الاولمبيات المختلفه، لازم ابني وراه ده، ولازم الاساس يكون من التنسيق مع وزاره التعليم والتعليم العالي والاتحادات المختلفه والرياضه والشباب. يعني احنا كمصريين بنتعامل ليه ده مش واصل لحد دلوقتي، احنا كمصريين بنتعامل معاني واضح، احنا بنشوف الوضع اللي موجود ونطبق عليه وبنحاول نتعامل معاه. صعب، هي البيز دايما هو الاساس، يعني انت لو ده لسه فيه خلل هتبني ازاي؟ ما هتبني بنفس التكرار نفس المشهد. يعني ما احنا بنحاول نتعامل مع الوضع الموجود، بنحاول نلاقي له الطريقه للحل. بس انتوا للامانه برضو احسنتوا التعامل مع الاوضاع الموجوده، بدليل ان في الفتره الاخيره الجمباز في النادي الاهلي محقق طفرات كبيره. احنا حاطين خطه بقالنا كذا سنه، يعني الموضوع مش عشوائي، على الصعيد الفني مش على صعيد المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها. لا، ده موضوع عام، ما بنفصلش. اوكي، احنا حاطين خطه بقالنا كذا سنه، من ساعه ما جيت انا كمدرب الفريق الدرجه الاولى لغايه لما مسكت مدرب عام، احنا حاطين خطه. الجهاز الفني القياده دكتور محمد فؤاد، بنقعد وبنتكلم هنعمل ايه من اول الولاد الصغيرين لغايه الفريق الاول، لان احنا عندنا كونسبت ان اللعيب اللي تحت سبع سنين ده هو لاعب فريق الدرجه الاولى في النادي الاهلي. ليه؟ لان هو بعد كام سنه هو ده اللي هيغذي، انا مش هجيب لعيبه من بره. يعني نسبه ان انا بجيب لعيب من بره دي نسبه لا تتعدى ال 10%. يعني انا عندي لعيب في الاهلي بس ولا في المطلق؟ يعني في مفيش احتراف قوي في دنيا الجمباز؟ في، بس يعني مثلا انا عندي لاعب واحد جاي لي من بره، هو لاعب اولمبي، لاعب عمر عربي، لاعب هايل، ربنا يوفقه معانا في بطوله افريقيا. بس الناس يعني 80% الباقيين من الفريق من النادي. وده يعني حلو، ده حلو طبعا، من ولاد النادي أحسن. فاحنا عندنا اللعيب الصغير هو اللي بنطعم بيه الفرق الكبير. النادي الاهلي طبعا بقياده كابتن محمود الخطيب، والنشاط الرياضي بقياده كابتن خالد العوضي، عملوا معانا حاجه كويسه جدا السنه دي، جبنا 2 خبراء اجانب تم التعاقد معاهم، دول مشرفين على القطاع، بنقعد نتناقش في الخطط اللي هتحط للعيبه الصغيرين، هو بيحط الاستراتيجي واحنا بنبقى مسؤولين عن تنفيذها، وبنتناقش في الاستراتيجي دي عشان ازاي نبني جيل كويس. مين الاثنين الخبراء دول؟ ده ايجور كوربشينسكي، ده بطل عالم، وده كان بطل اولمبياد ومحقق ميداليات على مستوى الاولمبياد، وكان رئيس الاتحاد الاوكراني فتره من فترات، كان مدير الفني لمنتخب اوكرانيا، وزوجته هي برده كانت مدربه منتخب اوكرانيا قبل كده. فاحنا جايبين خبراء على مستوى عالي، النادي ما بخلش علينا، وتم التعاقد، وكانت الجلسه اللي بنتناقش فيها كانت مع كابتن خالد العوضي مع الناس، وقال لي هاتهم دلوقتي على طول. كويس جدا، يبقى احنا الشق الفني رائعين جدا وعاملين تميز. احنا بنحاول في النادي الاهلي، يتبقى الشق اللي احنا بنتكلم فيه العموم او العام وهو الخاص بكمان المنتخب بتاعنا، علشان نقدر ان احنا نوازن ما بين الدراسه وما بين التمرينات وما بين التالق الرياضي اللي هو لسه فيه شويه مشكله او ميس كوميونيكيشن بين الوزارات المعنيه. ده هنفضل موجود، بس احنا طالما احنا مش عارفين نغيره
فاحنا هنتعامل معاه، نحاول على قد احنا بنتعامل معاه، لانه ضغط كبير على اللعيبه في الاول وفي الاخر، على اللعيبه وعلى الجهاز. يعني انا بالزبط. يعني حضرتك مثلا احنا كجهاز فني احنا بنروح 7 ايام في الاسبوع، يعني انا مثلا المجهود ده ممكن يتوفر بقى في التركيز في الفنيات. الواحد بيروح الشغل ويرجع البيت يعني بالظبط. لا انا بروح الشغل على طول اليوم وازور البيت شويه. ربنا يعينك ويقدرك، وانتوا الحقيقه عاملين شغل هايل، بدليل زي ما كنت بقول لك من شويه النجاحات اللي اتحققت في عالم الجمباز في النادي الاهلي في الفتره الاخيره. بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا، وبنتمنى لك يعني مشاركه سعيده في بطوله افريقيا، وبسعد بتواجدي معاكم على طول استاذ كريم، استاذ نهاوند نورتنا ومنوره الراديو. انا عندي راديو اسمعك وانا ماشي في الطريق. اشكرك انا جدا. متشكر جدا لتواجدي معاكم، وصباح الخير على النادي الاهلي كله. صباح الهنا علينا جميعا يا رب. اشكرك جدا. شكرا. شكرا جزيلا. نشكر حضراتكم اكيد انا وكريم على متابعتنا النهارده وبدايه الاسبوع، ونشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده 10 الصبح بالاهلي. مع السلامه.